اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من ريمونتادا. النهارده النادي الاهلي بيتعادل مع نادي البنك الاهلي 0-0، علشان يكون الاهلي او الاهلي ما بيكسبش بقاله 4 ماتشات في الدوري. تخيلوا، يعني يمكن من فتره طويله الاهلي ما بيش عارف يكسب 4 مباريات، تعادل في 3 مباريات وفوز في مباراة، هدف وحيد في 4 مباريات من ضربة جزاء. لكن قبل ما اتكلم عن نتائج الاهلي السلبية في الدوري، لازم اشيد بالبنك الاهلي ولازم اشيد بالكابتن خالد جلال، زي ما اتكلمنا امبارح بالظبط على الكابتن طارق العشري. مش عايزين دايما ان احنا نحصر فكرة النتائج السلبية للأندية الكبيرة في سوء أداء الأندية الكبيرة. أنت دلوقتي في الدوري المصري عندك أندية عندها القدرة المالية والقدرة الشرائية إنها تشتري لعيبة الليفل بتاعها يعني قريب شوية من الليفل بتاع لعيبة الزمالك والأهلي وبيراميدز شوية. يعني النهاردة لو بصيتوا تشكيل نادي البنك الأهلي، في لعيبه كويسه جدا، في لعيبه ممكن تلعب في الاهلي، في لعيبه لو بدلت الفانيلا ما بين لعيبه الاهلي يمشوا كويس في وسط لعيبه النادي الاهلي. عايز استعرض مع حضراتكم جدول ترتيب الدوري العام، اللي الواضح ان الاهلي والزمالك الاثنين بيعزموا على بعض، ما حدش فيهم عايز ياخد الدوري. الزمالك لو كان كسب ماتشاته اللي فاتت كان زمانه حاطط الاهلي في ازمه كبيره جدا، والعكس والعكس. الزمالك في الصدارة 41 نقطة، بيراميدز في المركز الثاني 39، وبيراميدز عنده ماتش ان هاند. الأهلي في المركز الثالث 34، سموحة في المركز الرابع، فيوتشر في المركز الخامس 31 نقطة، فاركو في المركز السادس، طلائع الجيش، البنك الأهلي، إمبي في المركز التاسع، غزل المحلة 24 نقطة، سيراميك كليوباترا 21، المصري 20، الاتحاد السكندري 19 نقطة. المصري والاتحاد يعني في خطر. المقاولين العرب 18 نقطة، الجونة 17 نقطة، الإسماعيلي 17 في المركز 16، وأخيرا المركزين اللي يعني بعاد شوية لكن المصري لما قصر كسب الماتش اللي فات 13 نقطة، وأخيرا إيسترن كومباني 11 نقطة. يعني طبعا ده منظر جدول الدوري يا جماعه، وانا بقول لكم ان نتائج غريبه جدا للاهلي والزمالك بالذات في الدوري المصري. نتائج الفرقتين يعني بيعزموا على بعض زي ما بيقولوا، ولكن انا بقول لكم ان الدوري المصري دلوقتي في فرق تقدر ان هي تلاعب الزمالك والاهلي وتكسبهم، وتقدر ان هي تعمل نتائج ايجابيه. يعني النهارده كوره وفرص، البنك الاهلي يكسب. البنك الاهلي مضيع 3-4 تجوال، انا ما شفتش فرص كده في حياتي. كريم بامبو وهلال، البنك الاهلي النهارده لعب ماتش كبير، والحقيقه معاهم مدرب كبير. انا دايما يعني دايما بقول ان خالد جلال واحد من المدربين المنظمين جدا، اللي بصراحه برضو اعاد اكتشاف نفسه في البنك الاهلي. ساعات المدرب بيبقى عايز مناخ وعايز نادي يظهروا بشكل كويس، وده الحقيقه اللي حصل مع كابتن خالد بلال في البنك الاهلي. بصوا يا جماعه، كم فرص غير طبيعي. معايا كابتن خالد جلال. كابتن خالد مساء الخير. مساء الخير كابتن ميدو، وشكرا على كلامك ده، وانا متفق تماما معاك ان فعلا يعني اعدت اكتشاف يعني بعد نادي الزمالك والفتره بتاعت نادي الزمالك، كنت لازم اثبت برضو حاجه ان انا يعني بعيدا عن نادي الزمالك برضو ان انا مدرب. الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. يعني الخطوات المدرب، وانت طبعا سبقتني كمدير فني نادي الزمالك وحققت كاس مصر وعملت شغل جميل جدا مع نادي الزمالك. برضو احنا كلنا يعني كابناء نادي الزمالك بنفتخر ببعض في اي مواقف او اي يعني نجاحات لينا يعني كمدربين. كابتن خالد، يعني طبعا انت كابتننا وراجل يعني بنفخر بيك كلنا كزملكاويه، وعايز اقول ايه كميه الفرص الضايعه دي؟ يعني النهارده كم فرص غريب جدا.
والله يا ميدو انا 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 مش عارف بان يعني دي 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 سمه عندنا. يعني احنا في ماتش انبي الشوط الاولاني يخلص بكم فرص غريب الشكل، الشوط الثاني طبعا كنا كسبانين 2-0 تعادلوا 2-2، الاتحاد قبليه 1-0 تعادلوا 1-1، كميه فرص برضو كثيره. يعني انا مش عارف النادي الاهلي طبعا ان انت تضيع كم الفرص ده، يبقى اكيد يعني ان انت كنت كويس في الماتش او انت بتشتغل هجومي مع الاتزان طبعا الدفاعي، لكن الكم الفرص كان كتير والله في الحقيقه ميدو النهارده. يعني انا زعلان جدا، كان ممكن الماتش يخلص احسن من كده، لكن هقول ايه؟ طيب هقول ايه؟ طب قلت ايه يعني للعيبه يا كابتن؟ يعني اللعيبه يعني طبعا في مدرسه في التدريب يقول لك ما تقلقش على اللعيب طالما ان هو بيوصل وبيضيع، وفي مدرسه تانية بيقول لك لا في مشكله انا لما يكون لعيب بيوصل كتير وبيضيع دي مشكله. حضرتك صاحب انهي مدرسه؟ النهارده اتكلمت مع اللعيبه قلت لهم ايه؟ قلت لهم معلش اللي جاي هيكون احسن هتجيبه، ولا عاتبتهم على الفرص الضايعه؟ والله احنا بدانا المباراه ميدو، انا دايما ليا وجهه نظر يعني شويه، ان انا برضو اباغت النادي الاهلي النهارده، هو جاي مثلا من الجزائر وكسبان وسفر والكلام ده كله، فانا كان وجهه نظر ان احنا نضغط على النادي الاهلي من البدايه. كانت في فرصتين في اول 5 دقائق كانوا كافلين جدا، احمد سعيد وهلال كانوا كافلين ان احنا نتقدم على النادي الاهلي في البدايه ونربك الحسابات، ولكن طبعا الاستحواذ يعني يا ميدو هقول ايه، الاستحواذ لازم هيروح للنادي الاهلي برضه فريق كبير، وده وضع انا بشوفه برضه طبيعي يعني، ووضع رغم ان انا بهتم جدا مع الفرق اللي انا بمسكها بالاستحواذ، لكن الفرص اللي ضاعت مننا في الحقيقه بامبو 3 فرص سهلين جدا جدا يعني بامبو ما يضيعهمش، هلال نفس الكلام فرصتين لا يعني كم فرص بصراحه كتير مع فريق بحجم النادي الاهلي، لا كتير كتير بجد يعني. كابتن خالد يعني حضرتك محفظ لعيبتك اكتر من طريقه لعب واكتر من اسلوب لعب، في ماتشات شفنا يعني الدور الاولاني لعبت قدام النادي الاهلي بثلاثه ورا وكانها 5 ورا يعني، وانت معكش الكره واتنفذت بشكل كويس جدا. قدام نادي الزمالك لعبت ب 4-4-2 فلات صريحه بيكوبو وينج ليفت قدام عاصم وهلال يعني زائق لقدام نمر 10 بس زائق لقدام واتعملت بشكل كويس جدا. هل حضرتك مع مدرسه في مدربين يقول لك ان اللعيب المصري لما بتدي له معلومات كتير وبتدي له تفاصيل كتير بالبلدي كده بيهنج يعني، لكن الواضح ان حضرتك مدرسه تدريب ان انت بتنوع او بتعلم لعيبتك افكار متنوعه وطرق لعب متنوعه؟ صح معاك حق تماما في اللي انت بتقوله، وانا بعمل ميكس ما بين الطرق يعني، انا مش هتفلسف والله يا ميدو، لكن انا في ساعات بلعب مثلا باسامه فيصل وناصر منسي وتحتيهم ولال ويعقوب من ناحيه الليفت كده، كانه يعني بنلعب بثلاثه من تحت عاصم وبيبقى قدامه يعقوب ومن الناحيه الثانيه اسامه او بسيوني، وبيبقى في راسين حربه واحد بيلعب من بره زي اسامه فيصل او بامبو او فادي فريد، فيعني بنعمل ميكس ما بين الطرق سواء في الضغط من فوق او من بدايه الهجمه، فالحمد لله محتاجه جهد كبير جدا جدا يا ميدو عشان تعمل الميكس ده واللعيبه تفهمك واللعيبه ما تتوهش منك، انا معاك 1000000%، عايزه لها تحفيز كتير جدا 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 جدا. كابتن خالد موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراه اتكلم في نقطتين عايز اخد راي حضرتك فيهم، الحاجه الاولانيه اتكلم عن الملعب، هو يعني ما انتقدش الملعب بشكل مباشر ولكن قال لو عايز الاهلي يلعب كوره كويسه لازم تدي له ملعب كويس. هل النهارده حضرتك كنت قريب من النجيله وقريب من الملعب اكيد واكيد نزلت، هل الملعب كان فيه مشاكل؟ والله انا بيني وبينك انا كمان في ملعب المقاولين مش محظوظ يا ميدو، وكنت عايز انقل الماتش للكليه الحربيه لكن انا عملت حاجه مشروعه ان انا ما رشيتش الملعب قبل المباراه، ودي حاجه انا عملتها لان انا عارف ان النادي الاهلي بيرش الملعب بيغرق الملعب بعد الاحماء بيغرق الملعب، فدي كانت نقطه مهمه جدا ان انا استغل. انا هل طلب هل الاهلي طلب من مسؤولين استاد المقاولين ان هم يرشوا؟ طبعا. وانا احتفظت بحقي انا كمان طبعا، ان انا الملعب ما هو جاهز من غير رش ولا الكلام ده كله، الملعب جاهز للمباراه، فانا بلعب في ظروف تناسبني انا فاهمني،
فلازم استغلها. بس انا من صحيح. هذا المنطلق انا برضو لعبت في الحته دي. كابتن خالد موسيماني اتكلم عن الغيابات في النادي الاهلي والاصابات ولاعيبه كتيره غايبه واللي اثرت بشكل كبير، وانا عارف ان انتوا عندكم غيابات برضو، راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ انا عايز اقول حاجه، انا ماسك البنك الاهلي يا ميدو، يعني في ماتشات كانت بيبقى غايب عن ده، انا بامبو ده بقى له 5 شهور ما كانش بيلعب معايا، محمد فتحي ده مش عايز اقول لك مقصر قد ايه في قلب الملعب بقى له 4 شهور ما بيلعبش، فانا اقعود احمد ياسر، يعني عندي غيابات كانت كبيره جدا. انا كبنك اهلي ما بقولش بيتاثر، لكن النادي الاهلي ونادي الزمالك ما ينفعش ان واحد بيغيب تقول ان هو مؤثر. صح ديانج مؤثر، حمدي فتحي، السولية، انا معاك تماما، بس النادي الاهلي لعب 3-4 ماتشات من غير السولية، ولعب من غير ديانج، يعني في ماتشات لعبها في الاخر كان بيلعب بقفشه برضه 8، فمش دي اول مباراه يلعب بالغيابات يعني، فاهمني؟ وانا عندي محمد فتحي النهارده غايب، وعندي احمد ياسر غايب، وعندي لعيبه غايبه برضه، يعني زي ما هو غايب عنده انا غايب عندي برضه. كابتن خالد اخيرا عايز اسال حضرتك على المنتخب الاولمبي، وانا عارف ان اتفتح معاك يعني قناه او اتفتح معاك كلام تشانل يعني ما بينك وبين مسؤول اتحاد الكوره، هل الكلام ده صحيح؟ وهل في امكانيه ان احنا نشوف الكابتن خالد مديرا فنيا للمنتخب الاولمبي؟ والله شرف لاي مدرب في الدنيا ان هو طبعا يبقى المنتخب المصري الاولمبي، شرف لينا كلنا يا ميدو، لكن انا طبعا ما فيش حاجه رسميه، وانا عقدي بينتهي بنهايه الموسم، فاي كلام مش هيبقى معايا انا مع اداره النادي، لكن انا شغال وبجتهد جدا في الفتره دي ان انا اعمل احسن حاجه، ان اداره البنك الاهلي اداره محترفه جدا ومحترمه جدا اللي هو اشرف مختار، ومقدمين كل الدعم ليا في الحقيقه وللفريق يعني. صحيح كابتن خالد بشكرك شكرا جزيلا على المداخله، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الماتشات اللي جايه. طبعا دي كانت مداخله مع كابتن خالد جلاله المدير الفني للبنك الاهلي، واحد من المديرين الفنيين المميزين جدا جدا، اللي طور من نفسه بشكل كبير جدا، وراجل عنده نوليدج، وراجل بيتفرج على ماتشات بره، وبيحاول ان هو مش مستسلم يعني. في مدربين بتشتغل بتستسلم لقماشه اللعيب المصري بالبلدي كده، لا خالد جلال بيطور الناس اللي شغاله معاه. راجل يعني اشتغل مسك البنك الاهلي في توقيت صعب جدا، ولكن اشتغل مع الفريق، طور الفريق بشكل كويس، السنه دي شكلهم مختلف، عمل ريكروتمنت، توظيف وتعاقد مع لعيبه اللي تقدر تنفذ اسلوب لعبه. هيبقى حقيقي واحد من المدربين بالدوري المصري يا جماعه، في مدربين كويسين جدا والله صدقوني، في مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش حد، لكن في فعلا مدربين كويسين جدا، واكيد منهم الكابتن خالد جلال، طبعا واحد من ابناء نادي الزمالك المخلصين. عايز اروح لتصريحات موسيماني في المؤتمر الصحفي، وعايزين يعني نستعرضها مع حضراتكم. موسيماني يعني اتكلم عن بعض النقاط في المؤتمر، زي ما حضراتكم شايفين اتكلم هناك اسباب عديده للتعثر محليا بعكس تفوقنا في دوري الابطال. انتوا مشيتوا بسرعه كده ليه؟ ارجعوا لي بس ما لحقتش اقرا. الوضع بالنسبه للاهلي صعب، لان برنامج مباراه الفريق مختلف بسبب كثره الارتباطات ورغبتنا في حصد جميع الالقاب. طيب انا اوف هنا يا جماعه بعد اذنكم، انا يعني النقطه دي يا جماعه انا كلمتكم فيها، كان يمكن معايا كابتن عادل مصطفى هنا في الاستوديو، وقلت له ان الاهلي كل الماتشات او معظم الماتشات اللي هيبقى جاي من افريقيا من سفر هيبقى عنده مشكله في اجهاد اللعيبه وعنده مشكله في السفر، ده الكلام اللي بيقوله موسيماني. فاحنا انا في رايي ان تاجيل الماتشات للاهلي بيضره اكتر ما بيفيده. الماتشات دي انت لو لعبتها في ميعادها عادي ما عندكش اي مشكله، كنت هتبقى عندك اوبشنز وعندك تنوع وعندك لعيبه اكتر تقدر ان انت تعتمد عليها. وانا لو الزمالك كان بيكسب ومستغل الفرصه بتاعه ضغط الماتشات بتاعه الاهلي اللي موسيماني بيتكلم عليها، اللي انا في رايي ان هي غلط مش المفروض تتعمل من الاساس، كان زمان الزمالك دلوقتي حاطط الاهلي في ورطه كبيره، نفس الورطه بتاعه السنه اللي فاتت بل اكتر.
الزمالك كان زمانه دلوقتي، سيبكم من الماتشين اللي فاتوا بس، ده في كمان يعني تعثر تاني، كان ممكن الزمالك عادي جدا يبقى الفرق ما بينه وما بين الاهلي دلوقتي 13 14 نقطه. الاهلي كان هيبقى عنده مؤجلات بس حصلني لو انا بكسب، لكن الفريقين بيتعزموا على بعض، وبيراميدز الماتش اللي فات اتعادل. فانت دوري يعني غريب جدا جدا. ولكن عايز اكمل معاكم كلام تكمله الكلام بتاع موسيماني، لان انا بقول ان الاهلي الورطه اللي هو فيها في ضغط الماتشات هو اللي حط نفسه فيها. الماتشات دي صدقوني والله لو كانت بتتلعب في ميعادها عادي كان الاهلي، والاهلي عنده سكواد كبير وكان الراجل هيقدر يعمل روتيشن ويشتغل ويسافر افريقيا برضو يلعب باللعيبه بتاعته اللي يقدر يشتغل بيها، كان هيبقى في موقف افضل بكتير. ساعات في الكوره يعني ايه الانجليزي يقولك ايه استراينج تو بي، يعني ايه تو كليفر، يعني ايه تو كليفر، بتستخدم عايز تستخدم كل ذكائك في كل حاجه في تفصيله، فتيجي عليك تعمل لك مشكله. صدقوني والله ده اللي حصل مع الاهلي السنه اللي فاتت. الاهلي اتاجل له ماتشات، بس السنه اللي فاتت الزمالك اللعيبه كان عندها اصرار وروح ان هي تكسب الدوري. السنه دي زي ما اتفقنا وقلنا الكلام ده امبارح، اللعيبه مش عايزه، اللعيبه معظمها مش مركز مع الفريق، مش مركز مع الفريق خالص، مركز في مستقبله، مركز في حاجه تانية، لكن مش مركز مع الفريق. رغم ان انا باكد وبقول لكم وهرجع اتكلم على الزمالك بالتفصيل، انا عارف في حاجات كتير حضراتكم عايزين تعرفوا رايي فيها في الزمالك، لكن خلينا في الاهلي دلوقتي، هتكلم على الزمالك بعد الفاصل. لكن خلينا يعني طبعا كلام موسيماني، رحله طويله للعوده من الجزائر استغرقت 7 ساعات، طبيعي يعني. علي معلول لم يشارك لانه لم يكن جاهزا بنسبه 100%، والشناوي النهارده خرج متغير يعني بيشتكي من العضله الخلفيه، واتمنى ان هي ما تكونش نفس الاصابه او نفس الرجل او نفس العضله بتاعت الاصابه القديمه اللي كانت مع المنتخب، لان الخلفيه لما بتتكرر، انا بقول بتمنى الخلفيه لما بتتكرر اكتر من مره في وقت قصير في نفس المكان، لو في نفس المكان في العضله دي مشكله. محمود وحيد لعب مباراه قويه، الف سلامه طبعا على الشناوي، لعب مباراه قويه وحاولت تنشيط الصفوف بالتغييرات التي اجريتها. هناك اسباب عديده للتعثر محليا بعكس تفوقنا في دوري ابطال افريقيا، ولكنني لن اتحدث عن حاله الملعب لانني لا ابحث عن اعذار، ولكن في النهايه اعطني ملعبا جيدا ستحصل على كره قدم افضل. ارجع لي النبي يا جماعه. يعني طبعا موسيماني بينتقد الملعب، بس مش عايز ينتقد بشكل مباشر، لكن هو بينتقد الملعب، بيقول ادوني ملعب كويس، يعني معنى كده ان هو بيقول الملعب مش كويس، بعد كده بيقول لك انا مش هتكلم على الملاعب. بس فعلا ملعب المقاولين يا جماعه، عايزين نشوف الفيديوهات بتاعتنا الحصريه، عندنا فيديوهات حصريه للريمونتادا. انا مش عارف ايه اللي بيترش ده، يعني حد يا جماعه يقولوا لي ايه اللي بيترش ده. وفي لقطه من اللقطات حضراتكم غريبه جدا مش هتشوفوها بقى الا في مصر خالص، ان طبعا العامل طبعا المحترم بتاع الملعب بيدهن النجيله اخضر، بيدهن حتت اخضر. في معانا الفيديو ده يا جماعه اللي بيدهنوا بيه، عايز اشوف يعني حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. تخيلوا يا جماعه ان احنا بندهن الملعب اخضر عشان يبان شكله كويس في التلفزيون. يعني انا مش عارف ايه اللي بيترش ده. جيبوا لنا يا جماعه الفيديو اللي بيدهم فيه، في فيديو بيدهم فيه. دي طبعا لقطات حصريه خاصه بالريمونتادا، طبعا زميلنا احمد خالد يعني هو اللي مصورها لنا من الملعب. هل ممكن نجيب الفيديو التاني اللي فيه يا جماعه الراجل بيدهن فيه؟ انا مش عارف ايه اللي بيترش ده، مش عارف. انا شفت فوق يعني حاجات في اوروبا، الناس بتنزل تمشط الملعب، بتنزل بتغرس كده الشوكة في الملعب عشان عشان التهويه بتاعت النجيله، انما ببيض ملعب بدهنه بويا خضرة، دي بالنسبه لي كارثه. ما تزعلوش مني يعني، كارثه. واتمنى ان يعني المسؤولين في استاد المقاولين العرب ما يزعلوش مني. الملعب واضح جدا من كلام موسيماني، وحتى كابتن خالد جلال بيتكلم معانا ان الملعب فيه مشكله. الملعب فيه مشكله.
الكلام عن التغييرات انت عندك سكواد قوي، والكلام على الاصابات، انا في رايي ان تصريحات غير موفقه من موسيماني، لان انت النادي الاهلي، المفروض الطبيعي، ان انت، وهتكلم بالتفصيل تكتيكلي وعن مستوى اللعيبه كله مع جده في الجزء الثاني من الحلقه، المفروض الطبيعي ان انت عندك البدائل ولاعيبتك جاهزه ومجهز لاعيبتك، وعندك 27 28 لعيب المفروض ان هم من اجمد لعيبه في مصر، والمفروض المدرب زعلوش من المدرب بقى اللي بيشتغل صح، اللي هو بيقرب المسافات ما بين اللعيبه من الناحيه البدنيه. اول حاجه لازم بدنيا يبقى اللعيب اللي ما بيلعبش يبقى ناقص له بس، يبقى قريب جدا من اللعيب اللي بيلعب، وناقص له بس فورمه الماتشات. دي ماشي، دي قصه تانية. انما الاهلي عنده مشكله ان في فوارق بدنيه كبيره جدا، الاحمال اللي بتتاخد فيه فوارق ما بينها وما بين اللعيبه اللي بتشارك بشكل مستمر. عشان كده اللعيبه لما رجعت لما دخلت ما كانتش في نفس المستوى. الريتم بتاع الاهلي، اللعيبه اللي ما بتلعبش الريتم اقل بكتير قوي من اللعيبه اللي بتشارك بشكل مستمر. يورجن كلوب يا جماعه، يورجن كلوب الراجل مدرب ليفربول في الدوري، وهو بينافس على الدوري لغايه اخر هو المنافسه اليوم الحد الجاي، يعني هنشوف مين اللي هياخد الدوري، ليفربول ولا سيتي. يورجن كلوب بيلعب الماتش اللي فات بتاع الدوري مقعد نص فرقه ليفربول بره، وماتش نيوكاسل في سان جيمس بارك مقعد نص الفرقه بره، كل 5-6 لعيبه اساسيين قاعدين بره. بس ايه اللي شايله؟ ان الناس اللي شغاله معاه، التيم والستاف اللي شغالين معاه، مش مجهزين اللعيبه اللي ما بتلعبش. يعني الراجل ارنولد ده كان لما قعد ماتش نيوكاسل، جوميز ده لما لعب طبعا اقل منه فنيا، لكن بدنيا واقف على رجله، تمام. ميلنر ما بيلعبش كتير، جيمس ميلنر ما بيلعبش، لكن لما بيتحط تحس ان هو رجليه في الملعب. في الاهلي عنده مشكله في الحته دي، وانا شايف ان غلط ان موسيماني في المؤتمر يتكلم على الكلام ده، لان انت اربع ماتشات ما بتكسبش، جايب جون واحد في اربع ماتشات من ضرب الجزاء، في مشكله. والنهارده المشكله الاساسيه، وهتكلم برضو مع جده بالتفصيل، ان الاهلي لما فرقه بتقف له وبتلعب خط دفاع متاخر و10 لعيبه ورا الكوره مسافات قريبه، وبيرحلوا كويس وبيضغطوا كويس في نص الملعب، الاهلي ما بيعرفش يفك المشكله. تحركات اللعيبه، اللعيبه في لعيبه كتيره جدا فلات واقفين على خطوط واحده. انت النهارده عشان تطلع اللعيبه من بيتها زي ما بيقولوا في الكوره، لازم الراجل مثلا الوينج والكوره بتتلعب يروح داخل لجوه في الهاف سبيس عشان يطلع الباك رايت، يعمل مشكله للباك رايت، والباك اللي نقيته الكوره يعلق، واللعيب الدايره يستلم في ظهر الباك، زي ما بنشوف في كل حته. اللي بيراميدز بيعملوه كويس قوي، بيراميدز عندهم مشكله في التسجيل، لكن تاكس معلم في الحته دي. تاكس لما فرقه بتقف له، الماتش اللي فات ماتش فاركو رغم ان هم خرجوا متعادلين، لكن في تحركات بتاعت اللعيبه بتاعت الدايره بيفضلوا لبعض، عمر جابر بيزق وليد الكارتي بيفتح لبره يستلم في ظهر عمر جابر عشان لو راجل راح معاه يفتح تشانل للوينج اللي داخل لجوه. الشغل ده انا ما بشوفوش في الاهلي والزمالك، مع احترامي، ما بيتعملش زي بيراميدز، رغم ان اللعيبه وكواليتي اللعيبه موجود. عشان كده الفرق كلها بتعاني امام بيراميدز وهم سايبين لهم الاستحواذ، لكن قدام الزمالك والاهلي لو سالته اي مدرب في مصر هيقول لك ماتشات الزمالك والاهلي اسهل لي بكتير من ماتشات بيراميدز مع تاكس، وده واضح وحقيقه واضحه. يعني طبعا دي كانت تصريحات موسيماني، وكابتن خالد جلال طبعا كان معانا، اتكلمنا معاه كلام مهم جدا. ماتش النهارده كان المباراه رقم 100 لموسيماني. عايز اشوف الاستاتستكس او الاستاتس والاحصائيات بتاعه موسيماني في مشواره مع النادي الاهلي. 100 مباراه لموسيماني، طبعا لعب 100 فاز 61، يعني 60% فوز، ده يعتبر رقم جيد. تعادل 30 وخسر 9 مباريات فقط، يعني خسر تقريبا 10% او 9% من المباريات اللي لعبها مع النادي الاهلي. دوري ابطال افريقيا طبعا، الراجل ما حدش يقدر يتكلم على البطولات، خد بطولات يعني. انا اسف، ممكن نروح للبطولات، بطولات القاريه طبعا، بطوله افريقيا، ابطال الدوري خدها مرتين، كاس السوبر مرتين، كاس مصر مره، وبرونزيه كاس العالم للانديه مرتين. دي البطولات اللي حصل عليها موسيماني مع النادي الاهلي.
النادي الاهلي، وعايزين يعني حصل حاجه برضو بالناس لسه بنتكلم على موسيماني. زوجة موسيماني طبعا انتوا عارفين هي وكيلة اعماله، او يعني هي اللي بتدير له شغله، بيشتغلوا عندهم شركه اسمها MT سبورتس. الشركه دي يعني هي كانت بتعمل تيزر، يعني ايه، بتحاول ان هي تعمل تشويق، حاجه تشويقيه. نزلت تغريده زي ما انتوا شايفين على الموقع الرسمي او الصفحه الرسميه للشركه، بتقول يعني ان حاجه كبيره جدا هتحصل، هنوضحها او هنقولها، ان احنا بتقول ان في حاجه مهمه جدا هتحصل لموسيماني وشابتر جديد في حياته او جزء جديد من حياته. فطبعا الناس خدت الكلام ده وابتدت تتكلم بقى على عروض من بره، وان الراجل رايح قطر وبتاع، عملت مشكله. الاهلي على فكره مش مبسوط بالسيستم ده، يعني الاهلي شايف ان في التوقيت ده ما كانش المفروض الكلام ده يحصل. طبعا طلع الموضوع في الاخر ان هم عاملين حاجه لاكتشاف المواهب، وان هم عاملين مدارس اكاديميات يعني في جنوب افريقيا، وطبعا بتتكلم على بارتنرشيب او بتتكلم على شراكه، ويعني الموضوع طلع بيزنس، يعني طلع بيزنس. لكن توقيت الكلام ده مش باسط الاهلي يعني. طبعا من ضمن الكلام اللي طلع ان في مفاوضات ما بين الريان القطري وموسيماني، وده يعني موضوع طلع ودار زي الصاروخ على السوشيال ميديا. ومعانا المشرف على الاعلام لنادي الريان القطري الاستاذ امير فتحي. استاذ امير مساء الخير. مساء النور يا كابتن ميدو، اهلا وسهلا بحضرتك، منور البرنامج. وطبعا عايز اسالك على هل حقيقي ان كان في مفاوضات ما بين موسيماني ونادي الريان القطري زي ما اشيع في خلال الفتره الاخيره؟ بصراحه كابتن ميدو، موضوع موسيماني اثير الجدل كتير عليه في الفتره الاخيره، بس انا حابب اوضح حاجه بالنسبه للريان او الانديه القطريه وبالخاص الريان. هي بتبحث عن المدرسه اللاتينيه امريكا الجنوبيه والمدرسه البرتغاليه او بعض المدارس الاوروبيه مثل المدرسه البرتغاليه. انتوا كان ماسكوا لوران بلا، يعني راجل فرنساوي وراجل ليجند بالظبط، يعني حتى لوران بلا مدرب تقيل، مدرب كبير، وكان ماسك الفريق، ومع ذلك ما نجحش، لان زي ما بقول لحضرتك هم المدرسه الانجح بالنسبه للريان هي المدرسه اللاتينيه. امثله على ذلك باولا اتوري وديجو اجيرو وغيرهم من المدربين. صحيح. مساله موسيماني اعتقد انها غير صحيحه بالمره. موسيماني اللي عرف عنه او اللي سمعت عنه كان الكلام ده من شهرين قبل تجديد عقده مع النادي الاهلي. كان في كلام ما بين موسيماني واداره الريان وقتها؟ لا، ما كانش في كلام ما بين موسيماني واداره الريان. اعتقد هو كان تقريبا موسيماني مش مع الريان بالاخص، يعني هو موسيماني كان في التوقيت ده كان بيبحث على عرض افضل تقريبا من النادي الاهلي او حاجه زي كده، فكان بيحاول يتواصل مع حد من مسؤولين الانديه القطريه. وتقريبا ما عرفش يوصل لحد ده، حد معلوماتي في التوقيت ده كان من قبل شهرين او قبل. انت جالك معلومات ان موسيماني وزوجته كانوا بيحاولوا يتواصلوا مع مسؤول الريان وما كانش فيه يعني رد من مسؤول الريان؟ مع مسؤولين ريان ومع مسؤولين انديه ثانيه، يعني هم حاولوا يوصلوا للمسؤولين وما عرفوش يوصلوا اصلا، مش انهم يتواصلوا معهم، هم ما عرفوش يوصلوا اصلا للمسؤولين، لان كان الرد يعني ان احنا كان في التوقيت ده كان الفريق ماشي مع المدرب اللي تشيلي نيكولاس كاردوفا، وكان الفريق ما كانش بيفكر في التفاوض مع اي مدرب. يعني استاذ امير فتحي المشرف على الاعلام في نادي الريان القطري، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا. وبيقول لنا يعني كلام واضح على لسانه طبعا وعلى مسؤوليته ان موسيماني كان بيبحث عن عرض في الدوري القطري، وكان بيتواصل مع مسؤولين في انديه في الدوري القطري في الفتره اللي هو كان بيجدد عقده فيها، وده يعني حقه طبيعي. وانت بتجدد عقدك ان انت في عروض تانية بتسمع كل العروض عشان تحط كل العروض على الترابيزه، وبعد كده هم على فكره موسيماني شغال شغل مؤسسي شويه، هو مش مدرب لوحده، لا شغال، هم عندهم ايجنسي بتاعتهم، بياخدوا قرارات مع بعض، بيقعدوا بيحطوا الحاجات على الترابيزه وبياخدوا القرار، وده صح، هو بيتحرك كمؤسسه وبيشتغل صح، فما تقدرش تلوم عليه. دايما اي حد وهو بيجدد عقده بيبقى عايز يبقى كل الاوبشنز على الترابيزه، لكن في الاخر الراجل اللي اختار في النهايه ان هو يكمل مشواره مع النادي الاهلي. طبعا لسه احنا مع الاهلي،
حضراتكم عارفين ان الاهلي عنده مشكله في موضوع، كان عنده مشكله موضوع النهائي الملعب النهائي ومكان ملعبه، خلاص اتاكد ان الماتش على ملعب محمد الخامس. دلوقتي الاهلي داخل في خناقه تانية اللي هي خناقه الحكام، وداخل في خناقه الجماهير. الاهلي عايز زي ما حضراتكم شايفين يعني الاهلي عايز طبعا دي اصابات النادي الاهلي بعرضها على حضراتكم، الاصابه يعني كلها في اصابات يعني لعيبه مهمين جدا للاهلي، وده برده بالنسبه لي لغز ان في عدد اصابات كتير جدا، يعني لازم برده اداره الاهلي اكيد لازم تبحث ايه السبب في الاصابات دي، لانك تتكلم فيها اصابات كمان عضليه، حاجات عضليه كتير، لازم الاهلي يدور ايه السبب، هل الاستشفاء مش مظبوط؟ لان يا جماعه خلاص دلوقتي في السبورت ساينس او في العلم الحديث، علم الاستشفاء، المفروض الطبيعي ان اللعيب في خلال اقل من 48 ساعه او 48 ساعه بيرجع لحالته الطبيعيه بعد مباراه كبيره. دلوقتي عندك اجهزه وعندك حاجات، وطبعا ايس باث او الحاجات التلج اللي بعد بتاعه، والحاجات بتاعه يعني في اجهزه دلوقتي بتاعه ريكفري بتتركب في الرجل وبتاع، اللي هي الحاجات زي مش عايز اعمل اعلان يعني زي الجيم ريدي والحاجات دي، دلوقتي حتى اللعيبه بتاخدها بتبقى معاهم في البيت، ففي عدد اصابات كتير جدا. لكن هكلمكم على قصه الجماهير، الاهلي عايز 50% من الملعب، وعايز التذاكر، وعايز يبقى في تسهيلات، يعني زي ما حضراتكم شايفين ان ده الوصل بتاع الناس اللي مقدمه النهارده الجمهور اللي عايز تاشيره المغرب، وطبعا في اجراءات خارجه عن ايد اي حد، لكن الاهلي بيطلب اجراءات استثنائيه، عايز اجراءات سريعه، لانه الوصل اللي قدم النهارده ياخد الفيزا بتاعته يوم 30 اللي هو يوم الماتش من الساعه 2 ل 4 العصر، فمعنى كده ان هو نوت شانس ان هو ايه ان هو يلحق المباراه، ما ينفعش ماتش الساعه 9 بالليل فهياخد الفيزا يعني معنى كده مش تلحق الماتش. فالاهلي بيطلب اجراءات يعني استثنائيه ويبقى في تسهيل من السفاره المغربيه عشان يقدر ان هو يكون عنده جمهور هناك. الخناقه الثانيه خناقه الحكم، وانا برضو في حاجه في قصه الحكم عايز افهم. الحكم تم الاعلان عن حكم نهائي الكونفدراليه ونهائي دوري الابطال ما تمش ليه؟ برضو دي قصه مين اللي هيحكم؟ الاهلي عايز حكام اوروبيين للفي اي ار، والنبي يا جماعه بلاش نقعد نقول الفار، احنا بنعلم اجيال جديده كل حاجه غلط، مفيش حاجه اسمها فار، انا عايز الفار دي كلمه مش موجوده زي ما احنا مثلا طلعنا كده في الناس طلعت في السبعينات وبتاع قال لك شنكار، فطلع اجيال ورا بعض تقول لك شنكار، هو مفيش حاجه اسمها شنكار خالص، هم سيبوا واحد انجليزي بيقول يعني تشين باد او تشين جارد اللي هو بيحمي القصبه، فالمصري رحم اللعيبه واخدينها وراح قال لك شنكار، وطلع اجيال بتقول شنكار برضو، الناس بتعمل غلطه يقول لك الفار، مفيش حاجه اسمها فار، لو سمعت كل المعلقين الاجانب او ناس التحليل هيقول لك في اي ار، بيقولوها بسرعه كده في اي ار، يعني بنطلع اجيال بنقول احنا كلمه غلط عشان احنا بنستسهل بنقول كل حاجه غلط، فبقينا لا هنقولها بالعربي ولا بنقولها بالانجليزي، بنقول بقى لغه تانية خالص، ولا هيروغليفي ولا اي حاجه، لغه الفار مفيش حاجه اسمها فار. لكن الاهلي عايز حكام للفي اي ار من اوروبا سوة بما حدث في مباراه السنغال في تصفيات كاس العالم، في تخوف من موضوع الحكم. واحد من اصدقائي الاعزاء يعني اللي انا يعني لعبت معاه فتره يعني فتره الناشئين والشباب، واحد من اللعيبه اللي كانوا كويسين جدا جدا لو تفتكروا حضراتكم، محمد محروس العتراوي مدافع المحله، كان لعيب اساسي في منتخب الشباب مع كابتن شوقي غريب، بيمر كان بمرحله يعني حاجه انا في رايي انها نفسيه اكتر من المرض العضوي، وبتمنى له يعني الشفاء وان هو يرجع لبيته ولاهله في اسرع وقت ممكن، وبقول له عتراوي يعني انا اتكلمت معاه، كلمته في التليفون من يومين او امبارح تقريبا واطمنت عليه، بقول له خلي بالك من صحتك، الصحة أهم حاجة، أهم من الشغل وأهم كل حاجة، هو متأثر إن هو ما بيتعرضش عليه شغل وما بيشتغلش في المحلة وحتى في نادي المحلة متجاهلينه بعض الشيء، رغم إن هو راجل ليه تاريخ كبير مع النادي، وده مأثر عليه مخليه إن هو نفسيا تعبان جدا وعنده مشاكل دلوقتي في السكر والضغط الدم وكل حاجة، وأنا الحقيقة زعلان، أنا يعني بناشد مسؤولين المحلة خلوا بالكم من نجومكم، خلي بالكم اللعيبه اللي لعبت ومثلت واشتغلت وتعبت، لان
الناس بتتأثر لما بيلاقي نادي ما بيسألش حتى فيه بيزعلوا، ما بيشتغلش اي حاجه، الراجل ما بيشتغلش في النادي خالص رغم ان هو نجم كبير واخد، سالته يا محمد واخد دراسات، قال لي واخد الاساسيه والسي والبي، فليه ليه الراجل ده ما ياخدش فرصه ان هو يشتغل، يمسك في قطاع الناشئين، يمسك فرقه كويسه وياخد فرصه، ده حقه عليكم، حقه على النادي. بطالب مسؤولي المحله بالنظر لعتراوي وان هم يضموا له الاجهزه الفنيه اللي موجوده، لانه راجل شخصيه كويسه وراجل يعني انا زعلان بصراحه عليه، انا كلمته طمنت عليه، وبتمنى ان شاء الله كل زمايلنا اللي يعني اللي جيلنا اللي لعبوا مع محمد ان هم يكلموه ويطمنوا عليه، لانه هو زعلان، هو حالته النفسيه مش كويسه. بقول له يا محمد احنا كلنا بنحبك وكلنا بنقدرك، وان شاء الله باذن الله ترجع لاحسن مكانه وترجع تشتغل بشكل كويس باذن الله. وطبعا بعد الفاصل كاميرا الريمونتادا محمد عزمي، طبعا راجل مخلص وراجل بيشتغل كويس جدا، المراسل بتاعنا الراجل المحترم محمد عزمي راح للعتراوي المستشفى وعمل معاه حديث مهم جدا. نطلع فاصل وبعد كده هنشوف كلام محمد محروس العتراوي اللي انا بقوله طبعا الف سلامة، وهنرجع بعد الفاصل نتكلم على الزمالك. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المحور في كل مكان، من إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة حيث فوجئ الجميع بالحالة الصحية لنجم منتخب مصر الأولمبي الكابتن محمد العتراوي، واحد من أصحاب الميدالية الأهم والأفضل في تاريخ الكرة المصرية، ميدالية البرونزية في الأرجنتين 2001. كابتن العتراوي ألف سلام عليك. الله يسلمك يا عزمي، الله يسلمك حبيبي، الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله. ايه اللي حصل العتراوي الكل فوجئ به، مواقع التواصل الاجتماعي العتراوي بين الحياه والموت يعني؟ والله هو فجاه، انا كنت قاعد مع كابتن خالد عيد بالليل وكابتن ناصر وكابتن عبد الرحمن فهمي بالليل، ماشي الساعه 1 بالليل يعني، هو بعد الفجر الدنيا سكر عالي عندي فجاه والميه في جسمي نشفت وما كنتش قادر يعني اوصل للباب حتى بالغرفة بتاعتي ان حد يلحقني، لغايه ما يعني كابتن ابراهيم اخويا هو اللي لحقني الحمد لله، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. السكر ارتفع 600 كابتن؟ عدى 600 شويه، عدى 600 وشويه، والميه اللي في الجسم نشفت، الكلى اللي عندي خلاص ما كانش فيه ميه اصلا للكلى، يعني حاجات بسيطة كانت ممكن الواحد يفارق الحياة الحمد لله. قعدت حوالي 5 أيام في العناية المركزة؟ قعدت 4 أيام أو 5 أيام في العناية المركزة، أنا لسه خارج امبارح بالليل من العناية، جيت الغرفة دي تحت الملاحظة يعني. كابتن العتراوي دعنا نتحدث بصراحة، يقال أن العتراوي زعلان لأنه لم يعين في الفريق الأول سواء في مجلس الإدارة الحالي أو مجلس الإدارة السابق أو الجهاز الحالي أو الجهاز السابق أو الجهاز الأسبق، عشان ما نكونش بنتهم حد، هل ده اسباب كده؟ هبقى كداب لو قلت لك ان انا زعلان ان انا مش موجود في النادي، لو قلت حاجه تانية يبقى راجل كذاب، لكن بزعل، لكن ممكن يبقى احد الاسباب، لكن مش بلوم برضو الناس اللي موجوده دلوقتي ولا قبل كده، زي ما قلت لحضرتك قبل كده، هي رزق، بس غصب عني لازم تزعل، انت بشر يعني. طب انا بوجه رساله للكابتن ميدو طبعا اخويا وصديقي واخويا الصغير، هل انا ما ينفعش ابقى موجود في اي منتخب من المنتخبات؟ مش معنى العتراوي، طيب ما انا ربنا يوفق طبعا محمد شاوية، ده اخويا وصديق عمري المنتخب الاول، قبل كده بقى رطوية رياض في المنتخب الاولمبي، في ناس تانية برضه اتعينت في المنتخبات، مش معنى احنا الجيل اللي مش موجود في المنتخبات الوطنيه ليه؟ رغم ان احنا الجيل الوحيد اللي عمل ميداليه في كاس عالم. بس هل ده كان يوصل الانسان لحاله انا اسف اعتراوي الموت، وصل 600 سكر وي؟ ما انت 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 عايش في ضغط، انت عندك اسره وعندك اولاد في كل، انا بنتي في جامعه، وما انتش لاقي شغل او ما انت شغال او انت ما انتش واخد حقك، هتزعل على نفسك
وبعدين بتلاقي ممكن ناس معلش مع احترامي يعني الدورات اللي بتتعمل موجوده ممكن ما يكونش مارس كره قدم اصلا وتلاقيه شغال. سال عليك ناس كتير بعد الحاله الصحيه. الحمد لله يعني بشكر ربنا سبحانه وتعالى يعني ممكن الموضوع التعب باين ناس كتير الحمد لله من اول ست الوزير اشرف صبحي تبع حالتي ونجوم كتير جدا كانوا معايا في المنتخبات والكابتن بتوعي في النادي والمجلس الاداره الحالي اللي موجود في نادي المحله بالكابتن باشمهندس علي والكابتن عمر والكابتن صابر والكابتن خالد الرسني من السعوديه والباشمهندس حسام حزو الدكتور مجدي الناس كلها الحمد لله والكابتن عبد الرحمن فهمي وكابتن كتير كابتن خالد عيد والكابتن احمد حسن والكابتن محجوب كل الكباتن الكبار بتوعي كلهم سألوا عليا وميدو كمان بيرسل لك تحياته وقلت لك في التليفون لا الكابتن ميدو من لما انا قلت لك اخويا يعني ده عشرة عمري وجمال حمزة وكلهم يعني العتراوي امنيتك يا عتراوي والله امنيت اخد يعني اخد حقي زي ما الناس اللي تاخد حقها وبرضو ان انا وجيلي مش العتراوي لوحده كابتن شوقي غريب تولى المنتخب الاولمبي فترة كبيرة منتخب مصر الاول ونجم من نجوم المحله ما فكرتش تتكلم عنه هقول لك حاجه اول حاجه كابتن شوقي يعني يعتبر فضله له فضل كبير عليا ويعتبر ابويا يعني هل ينفع اكلمه اقول له شغلني معاك الف سلام عليك يا عتراوي وما تزعلش ان شاء الله باذن الله يعني رزقك موجود ان شاء الله باذن الله وباذن الله قريب تكون موجود في بيتك نادي المحله او في المنتخبات الوطنيه وعايز اقول لمسؤولين المحله يعني ولكل الانديه خلي بالكم من ولادكم الناس اللي لعبت وخدمت واشتغلت سنين ليهم حق على النادي ليهم حق على النادي في كل الانديه ده دي نقطة الأهلي والزمالك وأنا أتكلم في حتة الزمالك لأن أنا عارفها كويس بصراحة المستشار مرتضى منصور مخلي باله من اللعيبة القدامى بتوع نادي الزمالك كلهم معظم 90% منهم لما بيطلب حاجة كلهم موجودين وده حقهم على فكرة محدش بيمن عليهم لكن كويس إن رئيس النادي واخد باله من الحتة دي واخد باله إن كلهم وليهم مرتبات وليهم معاشات وليهم كذا ده بتكلم عن ناس كبار في السن كباتنا طبعا كلهم الكبار بصراحه المستشار مرتضى منصور واخد باله من الحته دي كويس قوي وعنده الحته الانسانيه دي كويسه قوي في الحته دي لازم كل الانديه وانا عارف طبعا النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب واخد باله كويس من الحته دي لازم الانديه الثانيه كلها ده نمره واحد نمره اتنين يا جماعه انا بطالب الكابتن مجدي عبد الغني ان لازم يبقى فيه طبيب نفسي يبقى موجود في جمعيه اللعيبه المحترفين يبقى شغلته ان هو بيتواصل وبيقعد جلسات خاصه مع لعيبه الكره المعتزلين لان في ناس كتيره جدا وعلى فكره ده مش في مصر بس في كل حته في العالم المينتال هيلث دي او الصحه النفسيه دي حته احنا متجاهلينها تماما لعيبه الكره في لعيب الكره كتير جدا بيجي لها امراض نفسيه وبيجي لها مشاكل نفسيه بعد الاعتزال ليه بكل بساطه لان انتوا حضراتكم دلوقتي بتتفرجوا عليا مثلا اللي دكتور واللي مهندس والموظف ايا كان بتشتغل ايه انت بتخش في المرحله الكويسه في الكارير بتاعك وانت عندك 37 38 سنه صح اللي هو انت دخلت في منطقه الامان اتدرجت بتاع وكنت بقول الكلام ده لعيب الكوره بيوصل 36 37 سنه الكارير بتاعه خلص خلاص عمال بقى لما بيدور وهعمل ايه وكل الكلام ده كله ممكن يصاب بمشاكل نفسيه كتيره جدا ولعيب الكره لما بيلاقي كل الناس بتجري وراه مره واحده محدش بيسال عنه وحصل مع امثله كتيره جدا فبطالب من خلال البرنامج الكابتن مجدي عبد الغني لان ده دور الجمعيه وانا عارف ان هم بيقوموا بادوار كتيره لكن لا تجهل الحته النفسيه يا كابتن مجدي لازم تتعاقد مع طبيب نفسي تكون شغلته انه يشتغل مع اللعيبه المعتزلين اللي لسه معتزلين حديثا صدقني لازم تعمل كده رساله للكابتن مجدي عبد الغني والحاجه الثانيه كل اللعيبه المعتزلين حديثا اي حد عايز اي حاجه انا تحت امره انا ميدو انا تحت امره
محتاج ان انا اتكلم معاه، ان احنا نقعد مع بعض ندور على شغل بتاع، انا تحت امره، سواء كنت اعرفه يعني معرفة شخصية او ما اعرفوش. ودي رسالة انا بقولها على الهواء، لان انا عارف ان في ناس عندها بتصاب بمشاكل كتيرة جدا. اي حد يا جماعة محتاج مساعدة، مش بتكلم في مساعدة مادية مادية قدر الله، لا بتكلم محتاج حاجة معنوية، ان انا نتكلم مع بعض. انا بقول لك اهو من خلال البرنامج رسالة لكل اللعيبة، انا موجود تحت امركم. طيب الزمالك النهاردة نزل بيان على ملعب المباراة، ان هو خد موافقات ان هو ينقل الملعب من المباريات ومن استاد القاهرة لملعب الدفاع الجوي. يتقدم مجلس ادارة نادي الزمالك، الزمالك بيشكر طبعا وزير الدفاع والانتاج الحربي بعد اعتماد ملعب الدفاع الجوي ملعبا للزمالك. يتقدم مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور بخالص الشكر والتقدير الى الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي بعد موافقه سيادته والتصديق على ان يكون ملعب الدفاع الجوي هو ملعب الزمالك في المباراه القادمه. طبعا انتوا عارفين ان بيراميدز يعني بيلعب على الملعب، لكن الزمالك خد اذن ان هو يلعب على الملعب. تمام، انا بالنسبه لي الموضوع ده غريب جدا جدا. المفروض الطبيعي ان الزمالك يحارب ان هو يلعب على استاد القاهره، وان هو ما يزرعش جوه مخ اللعيبه ان الملعب ده فيه مشكله. وخلي بالك انت اللعيبه بتقول كلام، اللعيبه بتبقى نازله الملعب، الملعب ده انا مش هكسب عليه، لان في ناس بتقنع الناس بالكلام ده، وده كلام نفسي بحت. الزمالك اللي كل بطولاته كل بطولاته على استاد القاهره، النهارده مش عايز يلعب على استاد القاهره ازاي؟ يعني انا بالنسبه لي موضوع غريب جدا جدا، مش قادر افهمه، خاصه ان ارضيه استاد القاهره احلى ارضيه في مصر، واخدين بالهم يعني المسؤولين عن الاستاد واخدين بالهم منهم كويس. هو الفرقه الكبيره محتاجه ايه؟ ملعب كويس، اوكي كده مفيش جمهور، ملعب كويس وملعب واسع تعرف تمسك عليه اي حد بيتكتل عليك، ان انت تفتح له الملعب في كل حته وتشتغل وتجيبه من اليمين للشمال وتشتغل، ان انت تشتغل في الحته دي. او ما انا الزمالك اسيب كل الملاعب، الملعب التاريخي بتاعي اللي هو المفروض البعبع البعبع بتاع المنافسين، الفرق التانية طول عمرها بتيجي تلاعب الزمالك والاهلي على ملعب استاد القاهره بيجي عامل كده، اللعيبه مش مصدقه نفسها ان هي بتلعب في الملعب ده. او ما انا امشي واروح، عايز اروح ملعب تاني. غريبه جدا جدا بالنسبه لي. انا مش مصدق ان الزمالك بيحارب ان هو يمشي من ملعبه التاريخي. ويمكن انا يعني النهارده اتكلمت والناس يعني خدت الكلام يعني ان هو ميدو بيقول وبتاع، والله انا بقول كده عشان زعلان، والله زعلان ان الكلام ده بيتقال. ده ملعب القاهره، ده استاد القاهره، استاد الرعب. شايفين ده مين؟ ده كوارشي، جيبوا لي يا جماعه بتاعي. شايفين الجمهور والملعب وجمال الملعب ده؟ طول عمر الزمالك العو العو هو استاد القاهره. بقى انا عايز امشي واروح العب في حته تانية واطلع اقول النهارده يعني انا بشيد بالمستشار مرتضى منصور في 90% من الحاجات اللي بيعملها جوه نادي الزمالك، لكن في حاجات لازم نقف عندها ونتكلم. احنا يا جماعه ما ينفعش ان احنا تطلع حاجات نحط جوه مخ اللعيبه ان ملعب استاد القاهره عندك مشكله فيه. طب افرض انت دلوقتي ماشي، انت هتلعب ماتش الزمالك والاهلي فين؟ سؤال بس عشان الناس بتيجي تتكلم بتقول الكلام ده. احنا تعالنا نقول الزمالك ما بيكسبش على استاد القاهره، الزمالك ما بيكسبش على استاد القاهره لغايه ما بقت عقده متركبه خلاص دخلت جوه مخ اللعيبه. ما انت انت بتجذب الطاقه السلبيه اللي هي عند الملعب، فخلاص بقى عندك مشكله. انت هتلعب الاهلي فين؟ في استاد القاهره، صح؟ خلاص انت نزلت الماتش نفسيا مغلوب، شكرا انا مش هكسب. ليه تعمل كده؟ واتمنى ان الناس تاخد الكلام بتاعي بصدر الراحه، ما يزعلوش. والكلام انا بقول كده والله زعلان على الزمالك، لان انا عارف انا راجل هنا محايد، لكن انا زملكاوي، انا عارف ان انا هلاعب الاهلي على استاد القاهره، انزل نفسيا مغلوب، انزل لعبتي ان رئيس النادي والمسؤولين بيقولوا ده الملعب ده ما بنكسبش عليه، خلاص اتغلبت شكرا. ده غير ان لعبتك اصلا بتنزل نفسيا قدام الاهلي عندها قصه، اهو ما انا ازود القصه. وخدوا الكلام بتاعي بس يا جماعه، خدوه بصدر رحب ارجوكم، خدوه واحد كواحد من ولادكم. يعني سيبكوا انا مين ولا لعبت ايه ولا بتاع، واحد ابنك بيقول لك انا النهارده هلاعب الاهلي فين؟ الزمالك هيلاعب الاهلي فين؟ في استاد القاهره امنيا وكل حاجه، يا اما ما اعرفش بقى يروح برج العرب، بس الطبيعي ان هو يتلعب في استاد القاهره، صح؟ زي ما الدور الاول اتلعب في استاد القاهره. خلاص انت الكلام اللي انت بتقوله ده والاجراءات اللي انت بتعملها دي، انت خلاص نزلت الماتش مغلوب، نزلت ماتش القمه مغلوب، لعبت الاهلي نازله
ده الملعب بتاعنا عادي، حتى لو ما بنلعبش عليه ده ملعبنا، ده احنا بنكسب. لعيبه الاهلي اول كلمه موسيماني هيقولها لعيبته ايه؟ ده عندهم مشكله نفسيه مع الملعب ده، دوسوا عليهم دوسوا فيهم. انا بقول لكم سيد عبد الحفيظ هي اول كلمه هيقولها في الاوضه وهو داخل، دوسوا فيهم، ده بيخافوا من الملعب ده. انت عملت لنفسك بعبع من لا شيء. عارفين اللي بيخلق بيخلق بعبع من غير حاجه بتخلق الملعب؟ مش قادر اسد، مش عارف. فكروا في كلامي تاني يا جماعه، يمكن اكون انا غلطان. حد الكلام ده مش مظبوط، محدش يعمل كده. انت هتلعب الاهلي على الملعب ده، وهتيجي في وقت من الاوقات السنه الجايه يعني تلعب في افريقيا في الملعب ده، خلاص يبقى انت خلقت عقده، عملت عقده من لا شيء. عايز اوريكم الزمالك فاز بايه على استاد القاهره، تعال نشوف الاحصائيات. يعني عايز اشوف الزمالك فاز ايه على استاد القاهره. استاد الرعب. الزمالك ابرز البطولات القاريه التي توج بها الزمالك على استاد القاهره. الزمالك وافريكا سبورت الايفواري نهائي 86 استاد القاهره ملعب الرعب، انا النهارده بقول مش عايز العب عليه. الزمالك كوتوكو الغاني ضربات جزاء 93 طبعا، والتالق لنادر السيد كابتن نادر السيد ونزوله اخر ثانيتين مكان الكابتن حسين السيد، كلنا اتربينا جوه الاستاد ده في المدرج، احنا واهالينا وابونا وعمامي وجدي واخواتي كله اتربينا في في في, في, في ان احنا نروح الملعب ده. شوتينج ستارز طبعا ضربات الجزاء لو تفتكروا يعني، وهدفين مدحت عبد الهادي وكابتن ايمن منصور، الاوفر بتاع طارق مصطفى الشهير، لقطات لا يمكن تطلع بمخنا. الزمالك طبعا والرجاء المغربي جول تامر عبد الحميد 2002، كل ده الزمالك كسبه على استاد القاهره. النهارده طبعا الزمالك 2-0 فوركاوا الياباني 87، ها كابتن جمال عبد الحميد. الزمالك 1-0 يونا ستاس، جون صبري الشوطه من 25 متر في المقص. كل الماتشات دي انا رحتها في استاد القاهره. المقاولين العرب طبعا 97 الزمالك السوبر الافريقي، والزمالك والوداد المغربي 2003 3-1، كلها على استاد القاهره، كل ده على استاد القاهره. الزمالك طبعا والكويت الكويتي طبعا البطوله العربيه 97، كل دي البطولات اللي فاز فيها الزمالك على استاد القاهره اظن. يعني طبعا ده جون تامر عبد الحميد، الله عليك يا ياسر يا مفوق يا مركز. يعني ذكريات جميله لنادي الزمالك وجمهوره على هذا الملعب. والله كنا بنروح الملعب ده نقعد، يعني انا فاكر كنا الزمالك يهاجم على الناحيه دي نقعد ورا الجون اللي الزمالك بيهاجم عليه، وبين الشوطين نمشي كل ده ما بين الاسوار والنط اسوار عشان نروح الحته اللي الزمالك هيهاجم عليها الشوط الثاني. شايفين جمهور الزمالك العظيم مكانه استاد القاهره؟ ماشي مفيش جمهور دلوقتي، مش مكانه ان انا اجري العب في حته ثانيه. جيل العظيم حازم امام وحسام وابراهيم وعبد الحليم علي وتامر عبد الحميد وخالد الغندور ووليد صلاح عبد اللطيف وابراهيم حسن طبعا ومدحت وكله وعبد الواحد السيد، ده الجيل بتاع اللي فاز بكل حاجه، في الجيل اللي فاز بكل حاجه. ده سوبر 2003 الوداد، عبد الواحد، نسيت عبد الواحد برضه كان واحد من اللعيبه المهمه، طارق السيد، طارق السعيد، حسام عبد المنعم، مش عايز انسى حد. هو ده ملعب الزمالك التاريخي اللي الزمالك مش عايز يلعب عليه دلوقتي، مش عارف ليه ومش قادر افهم. وتاني انا باكد يعني بعتذر يعني لاي حد انا يعني ممكن يكون اتضايق من الفيديو اللي انا عملته الصبح، لكن والله الكلام اللي انا بقوله والله ما بقوله الا ان انا حزين، اللي انا جه اليوم اللي انا عايش فيه وشايف الزمالك عايز يخرج بره استاد القاهره وبيطالب بكده رسميا. نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم على ماتش الاهلي تكتيكيا بالتفصيل مع نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر البديل الذهبي جده. دي اكبر بطوله سكواش بتتعمل في تاريخ السكواش العالمي، اكبر جوائز ماليه، اكبر عدد لاعبين بيشارك،
لاول مره في حدث رياضي عالمي جوه متحف. والنهارده احنا مختارين متحف الحضاره، فيمكن اللعيبه الاجانب والوفود الاجنبيه لما جم اتفرجوا على المكان وشافوا المنظر مش مصدقين نفسهم. البطوله دي فيها لقب بطوله العالم، البطولات اللي قبل كده اللي بتقام في مصر كلها بطولات دوليه، لكن هو ده اللي هيفوز بالبطوله دي هيبقى عنده لقب بطل عالم، بجانب طبعا دي اكبر بطوله في تاريخ الاسكواش كانت قبل كده. يعني مستعدين البطوله على اعلى مستوى دور 16 اهو ان شاء الله، كلها كام ماتش ونحقق البطوله المصريه ان شاء الله، وكل لعيب طبعا مصري مستعد ان هو يبذل اصرى جهده في البطوله دي، اداء يعني في المتحف ودعم الجمهور هيبقى فارق كبير يعني ان شاء الله. كنت بلعب تاسني ايفنز من ويلز، طبعا كانت لعيبه، هي لعيبه جامده وحريفه، فمبسوطه ان انا قدرت اكسب النهارده 3-0 واخلص المباراه في 3 اشواط. يعني دور 16 في بطوله العالم دي حاجه كبيره جدا، كله اهم بطوله عندنا في السنه هي بطوله العالم، فكله بيطلع احسن مستوى عنده، ف يعني دور 16 ده بيبقى احسن 16 لعيب على العالم، فطبعا الموضوع عمره ما بيبقى سهل. يعني عايز تهده هات له جده. جده مساء الخير. مساء الفل يا ميدو حبيبي، كل ده الفل، منورنا الله يخليك. النهارده انت لابس احمر، كنت فاكر ان انت هتكسبه. اه كنت فاكر ان احنا هنكسب النهارده، بس ملحوقه ان شاء الله في الفاينل هاجي ان شاء الله لابس تيشيرت الاهلي باذن الله يوم 30 ان شاء الله. بالنسبه لك غريبا ان الاهلي بيقدم مستوى في افريقيا مختلف تماما عن الدوري؟ غريب جدا طبعا يا ميدو، لان المشكله ان انت زي ما قلت المره اللي فاتت ان انت في بطوله افريقيا بتوصل تبقى 100% تأدي بشكل رائع جدا، بتعمل كل حاجه في الكوره تقريبا، مسيطر وبتروح وبتهاجم من كل الاتجاهات ومستحوذ على الكوره وبتضغط بشكل كويس. تيجي في الدوري بتلاقي شيء مختلف خالص عن عن الماتش. يعني النهارده موسيماني اتكلم على الاجهاد والاصابات، هل انت شايف ان تاجيل المباراه ده مأثر على الاهلي؟ تأجيل المباريات يعني انا كان عندي فكره، انا كنت بقولها مره فكرت بقولها لعادل وهو كان ضيف، يعني ان الاهلي موضوع تاجيل الماتشات ده فدايما بيجي من السفر عنده ماتش تقيل بعديها بفتره قصيره، احسن له يلعبه في ميعاده بالظبط. انا بالنسبه للاهلي يلعب الماتشات في ميعادها احسن احسن ما ياجلها، وان انت تشيل عندي 5-6 ماتشات ارجع مستعجل ومتصربع، وتلاقي الفرق الزمالك بتزيد عني مثلا في النقط، فبرجع متعصب ومستعجل ان انا اكسب فبضيع نقط مني، فاهم؟ فانا بالنسبه لي انا اخلص ماتشات بدري ان انا اخلصها وما اجلش ماتشات. لكن في النهايه وموسيماني اضرب بال 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 بالماتشات وحتى اللعبه في الوقت ده يعني. لكن انا شايف ان مشكله موسيماني في الدوري في الفرق ان هي بتلعب زون ديفنس يا ميدو، فما عندوش حلول كمان، خصوصا ان هو بيلعب 4-2-2-2، ما عندوش وينج، الوينج عنده دايما بيدخله في نص الملعب، وبالتالي انت كده بتسهل الموضوع على الفرقه اللي بتقابلك، فبتفضل واقفه، فاللعيبه ما بتعرفش تخرج من مركزها. فانا بالنسبه لي لو انت هتلعب، وكان لغز بالنسبه لي ان هو تخلى عن طريق 3-4-3 في اول الموسم، كان ماشي بيها بشكل كويس جدا، كسب الزمالك 5، كسب سموحه 4، كسب اسماعيلي 4، وكان بيأدي بشكل كويس جدا، والاهلي في المرتدات بيبقى مرعب يعني. لو الاهلي اديت له مساحه واديت له وقت يعرف يجيب في جوان بشكل كبير جدا. مش عارف ليه موسيماني رجع تاني يلعب بالطريقه اللي بيلعب بيها حاليا. فانا شايف ان انت لو انت حتى بدات ان انت تعمل 4-2-2، لازم الاثنين عندك الوينج يفتحوا الملعب يا ميدو، ان انت تحرك الاربعه اللي ورا، واقفين قدامهم اربعه، فخلاص قافلين العمق، بالذات ان النهارده كان النادي الاهلي عنده اصرار ان هو يخترق من العمق. عايزين نجيب الصوره بتاع الشيب بتاع كابتن بتاع بنك بالظبط. كان بيأدي بشكل كويس، لعب نادي 4-4-2، ومحمد هلال تحت ناصر منسي، وفي بامبو كان عنده ناحيه الشمال يعقوبو، ادى بشكل كويس النهارده جدا، كان قافل جبهه مع عصام الباك ليفت النهارده قدام الزمالك بالظبط، وقدام الاهلي السنه اللي فاتت برضه وتعادل معاه. فاعتقد ان الموسمين ما بتعلمش من اخطاء الموسم الماضي يا ميدو، لكن انا شايف ان النهارده لازم يبقى في تنوع، عندك الفرقه متكتله بشكل كويس، وانت عندك اصرار ان انت تخش من العمق، والدنيا مقفوله جدا، ما شفتش النهارده كروسات خالص، ما فيش ولا كروس صحيح اتعمل النهارده النادي الاهلي. فلازم الفرقه لما تكون متكتله لازم في حلول تانية يا ميدو، ان انت تعمل كروسات
ان انت شوط من بره ال 18. النهارده ما شفناش اي حاجه خالص، يمكن شوطه واحده بس النادي الاهلي شاطها النهارده من بره ال 18 بتاعه قفشه عدد من العارضه. استمرارا برضو الاداء الدفاع السيء النادي الاهلي في الشوط الثاني، وممكن الشوط الثاني النهارده بامبو يجيب جونين ثلاثة بسهولة جدا، يعني كور سهلة جدا تلاقيها راح انفراد، كرة عرضية تغطية عكسية كانت وحشة قوي النهارده من محمود وحيد خصوصا في الشوط الثاني. النادي الأهلي كان ممكن يعاني النهارده، كان ممكن يطلع خسارة المباراة، لكن في النهاية موسيمان حظه حلو النهارده اتعادلت والزمالك خسر آخر ماتش، فأعتقد إن الزمالك لو كان كسب الماتشين الأخرى كان موسيمان النهارده كان هيواجه انتقادات كبيرة جدا يعني، لكن هو حظه حلو إن الزمالك ما كسبش الماتشين اللي فات، فبالنسبة لي إن أنت خدت نقطة زيادة عن ما كنت قبل كده، فبالنسبة له ده كويس. في انتظار ماتش السبت إن شاء الله يبقى ماتش صعب جدا برضه على النادي الأهلي، هتلاعب إنبي بتلعب نفس الأسلوب تقريبا كابتن حلمي طولان، بيلعب برضه بنفس الاسلوب اللي هو متكتل بشكل كويس ما بيسيبش مساحات. بس الغريبه ان كابتن حلمي ضغط على الزمالك، يعني كابتن حلمي الشوط الاولاني طلع لعيبته فوق، كان في الثلاثه اللي قدام واحد على طارق حمد، وكان الوينج رايت داخل جوه على المساك، وابوكا طالع لفوق يعني كان مطلع شويه يعني هيلعبوا جيم بص فرص غريبه جدا يعني فرصه يميدو كافيه انها خلاص فاهم، انت لو بامبو عايز يطلعها مش عارف يطلعها، لكن هو في قلب الجون يعني فاهم، وحطها بس خبطت في كعب رجله فراحت بالشكل ده، كان سهل. والكره دي بص يا ميدو بسهوله جدا بيوصلوا الجول بالظبط يعني بسهوله جدا. النادي البنك النهارده في الشوط الثاني تقريبا خصوصا ان انت خلاص بداوا يرجعوا ورا ميدو ويلعبوا على المرتد، بص بسهوله جدا اللعيب وسط ثلاثه بيروح انفراد، فمشاكل دفاعيه بص هنا برضه يا ميدو. فجاه محمود وحيد متاخر جدا مش عارف كان فين في الكره دي، في فيها جدو فروقات كبيره جدا ما بين اللعيبه اللي هي الاساسيه واللعيبه اللي هي ما بتشاركش بشكل مستمر، فروقات كبيره جدا اكيد طبعا في الناحيه البدنيه بالذات بسبب انا شايف ده يا ميدو بسبب الاجازات الكبيره اللي موسيماني بيديها. كان مهم جدا ان انت ممكن بتدي 8 ايام اجازه او 5 ايام اجازه، ممكن تدي اللعيبه المجهده، لكن اللعيبه اللي ما بتلعبش لازم تيجي التمرين صح، تديها على الاقل يوم يومين وتيجي تتمرن عشان تواكب انت على فكره عشان تواكب اللعيبه الاساسيه. على فكره جدو لو انا ما اعرفش انت رايك، لو انا اصلا ما بلعبش اساسي في الاهلي ومدرب الثاني راح حاطني هتضايق. ايوه طبعا انا نفسي هتضايق طبعا يا عم، حطني في دماغي طبعا جهزني طبعا، لان انا ما بلعبش ماتشات فتديني كمان اجازه فمستواي بينزل اكتر، فعلى الاقل يبقى موجود في التمرين وتعمل لي ماتشات وديه. ده الشيء اللي بنتكلم عليه النهارده ادى بشكل كويس أربعة جدا 4 4 1 1 يعني خط دفاع يعني بالظبط كومبا 4 قدامهم 4 فاهم، ومسهلهم بص هنا تحرك طاهر اللي جوه ميدو وعندك عبد القادر اللي جوه، فبالنسبه لي ده سهل جدا البنك قدامي بالظبط قدامي ما عنديش مشكله على فكره طاهر وعبد القادر لو فتحوا الخط اي تغيير ملعب هتبقى جنب مشكله بالظبط خط، وبعدين كمان لو انت تحركت هناك تدي فرصه للاثنين فرد انهم يتحركوا في ظهر الدفاع بشكل كويس، لكن الاربعه المدافعين واقفين كده ميدو لما انت تتحرك على اطراف هيضطروا يتحركوا، فانت بتحركهم بامكانهم فبتستغل المساحه اللي هي بتظهر بسبب الترحيل ده، لكن انت دلوقتي انا واقف قدامي والمدافع قدامي وكل حاجه قدامي بالنسبه لي سهل جدا يعني اسامه ابراهيم وعاصم ما فيش مشكله وكمان قدامهم وكمان هاني ومحمود وحيد ما بيجيدوش بشكل كبير جدا في الخطوط في, 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 في الوقت ده لازم تستغل الاطراف، كان استغلها النهارده في الجول اللي جاب محمود وحيد واتلغى كان لازم نشوف منها كور كتير جدا يعني ميدو، لو لازم محمود وحيد دايما كان لازم ياخد الخط زي علي معلول لازم دايما يكون موجود بيهاجم، خصوصا ان لما طاهر وعبد القادر يدخلوا لجوه لازم محمود وحيد ومحمد هاني كان ليهم يكون ليهم تواجد اكتر من كده. يمكن توقعت ان محمود وحيد بعد الكوره اللي جابها جون واتلغت ان هو يعمل الموضوع ده تاني، لكن ما شفتوش تاني بعد كده. محمد هاني الناحيه الثانيه برده ما بيشاركش بشكل هجوم بشكل كويس. رايك ايه يعني في الناس وجهزوا لنا يا جماعه حد من خبرات التحكيم بعد اذنكم، رايك ايه في الجول اللي اتلغى للاهلي؟ يعني الجول يعني انا شايف انه جول صحيح حميد يعني انا بالنسبه الحكم لما بيتوقف اللعب او تستخدم الفار لازم يبقى فيه تسلل او ضربه جزاء او كره عدت الخط وما رجعتهاش زي هنا كره فاول المفروض ده خطا عادي زي انت مثلا بتحسب فاول بره ال 18 او بتحسب كورنر ودخلت جون يا ميدو، هل انت بترجع لو انت شفتها في الفار وما تطلعش كورنر هتلغي الجول؟ هو دلوقتي ده الجون ده دخل راح رجعوا للفار قالوا ان الكره ما تثبتتش بالظبط، بس دي لعبه عاديه مش ضربه جزاء مثلا او او او, أو تسلل بس لكن انت دلوقتي يا ميدو لو ماشي يا ميدو لو القانون بيقول لو كورنر يا ميدو لو كورنر اتلعب وطلعت كورنر مثلا واتلعبت ودخل الجول هترجعها؟
لا بس جدو القانون، عشان بس انا بقول لك القانون بيقول ايه، والله ما اهلي وزمالك. ايوه القانون ان هو لازم تثبتها طبعا. لا القانون لا سيبك من طبعا اكيد لازم تثبت لو في خطا اتعمل تسبب فيه هدف، حتى لو الكره مثلا في نص الملعب الثاني بس ماشي، لو مثلا فاول، لو فاول والكره ما وقفتش يا ميدو ولعبت كامل عادي ما فيش مشكله، لكن لكن الكره دي واقفه ان هو اصلا وقف الكره ولعبها. الحقونا وفي ماده بتقول تقريبا، ايوه بالظبط، ان في ماده بتقول تقريبا كمان ان انت الحكم الفار بيتدخل بس في الكره اللي بيدخل في حاجه لو جول او ضربه جزاء مثلا تسبب في جول او لعبه او لعبه ما وقفتش الكره فيها طرد، لكن ده خطا عادي ما هيتسببت في جول يا جدو. ماشي يا ميدو، بس ماشي، بس ده لو انا مثلا عامل عليك فاول وما اتحسبتش ممكن ترجع ان انت بالفار ترجعها، لكن دي الكره اتثبتت والمفروض ده خطا، خطا اداري عادي فاهم، ما يستوجبش ان انت اصلا تسترجع الفار فيه. اه الكره ما تسبب. كابتن رضا البلتاجي، كابتن رضا خبيرنا طبعا الدولي وحكمنا الدولي السابق. كابتن رضا مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ميدو، اهلا بيك. اهلا بيك كابتن رضا. في يعني جدال كبير جدا النهارده داير على الهدف اللي احرزه محمود وحيد للنادي الاهلي واتلغى بداعي ان الكره ما اتثبتتش في بدايه اللعبه في نص الملعب، راي حضرتك ايه؟ بص يا كابتن ميدو، قبل الفار انا وبروح القانون كنت اسمح باحتساب الهدف دوت. يعني انا في الملعب لو قبل الفار اسمح باستئناف اللعب من مكانها جنبيها بمتر جنبيها بمترين، الكره يعني فيها سنه كده بروح قانون تمشي. انا وخدت دخل الفار وعمل طفره جديده يبقى احنا ملتزمين نسمح له. انا في عندي بقوله يا كابتن ميدو ان العداله قبل الفار وقبل كل شيء. ماشي، يعني القانون يا كابتن بتاع تطبيق الفي اي ار، القانون بيقول ان الاجراء اللي خده الكابتن امين عمر اجراء صحيح. انا في رايي كابتن ميدو استراتيجيه الفار بتقول ان هناك اربع حالات يراجع الحكم فيها الفار، منها صحه الهدف. يعني دلوقتي الحاله دي شبيهه بمخالفه قانون لعب، يعني انت عملت فاول جه منه بعديها هدف، الكره خرجت رمي التماس او رمي ركن او ركنيه او رمية مرمى او ركله مرمى وبعدين جه منها هدف. سبيها يعني هدف يعني صحيح. الكره دي راي حضرتك يعني قرار كابتن امين عمر صح ولا لا؟ انا ان قرار الحكم صحيح، قرار غير صحيح، قرار الحكم صحيح، صحيح قرار الحكم صحيح ولكن يلام الحكم اللي انت في البدايه. ايوه انت شرحتها كابتن كابتن رضا دلوقتي وقلت ان هي زي مثلا ان هي كوره تطلع اوت او تطلع ضربه ركنيه ورجع دلوقتي وقلت ان في الاساس اصلا خطا معمول غلط، يعني في الاساس اصلا الحكم دي ادت الى هدف. طب ما الكورنر ادى الى هدف، يعني ماشي. مثلا لعبت كورنر ودخلت هدف ماشي. في الاخر طب ايه؟ طيب لا دي اصلا الكوره ما اتلعبتش صح يا جدو، يعني الكوره ايوه انا معاك ان هي اصلا فيها مخالفه، بس هل الفار بيرجعها ولا لا؟ انا معاك، بص انا معاك ان القرار قاسي، يعني قرار قاسي لان حاجه بتاع ما اثرش في كابتن امين ان القانون بيقول كده خلاص طالما رجعت خلاص. قلت لك لو انا قبل الفار وانا حكم المباراه في الملعب انا بلعب الكوره سواء بقى مكانها خدت منها متر جاي شمال متر يمين بسمح بسرعه استئناف اللعبه، واللعبه النهارده دي في ماتشات عديده تسوى الاهداف. اما قد احتكمنا الفار لكن وفقا فعلا لنص القانون بالضبط الكره لازم تكون ثابته ولازم تكون مكانها. النهارده الكره اتلعبت وهي بتتحرك، بس انا مخالفه بعد اذنك سبيها بركله حره مباشره او رمي تماس. انا بس عايز يا جماعه برضو في حاجه جدو بعيدا عن الكره فاول ولا لا، رامي ربيعه كان لازم يثبت الكوره، لازم يثبتها صح الكرة. يعني انت رامي ربيعه خبره يعني لعيب دولي وخبره او الف ب الف ب حتى الكرة. ان انت هتروح مثبت الكوره وتلعبها غريبه انت جدا، انت ضيعت على على لا غريبة من على فريق الجون لان بالظبط ان انت اصلا انت بتنزل الكوره بايدك كمان، يعني الكوره مش ماشيه قدامك مفيش حاجه ده انت حتى جده في التمرين في التمرين في التقسيمه بتوقفها بالظبط، يعني غريبه جدا من وان هو كانت في ايده كمان يا ميدو لازم ثبتها، غريبه جدا غريبه جدا. بشكرك كابتن رضا، كابتن رضا البلتاجي طبعا حكمنا الدولي وخبير خبير الريمونتادا. بس انا بتكلم على اللقطه دي يا ميتو، ده كان لازم محمود وحيد يكرر اللعبه دي كتير ومحمد هاني في الناحيه الثانيه خصوصا مع دخول جوه عبد القادر وطار طرف الملعب، لازم الاطراف عندك تتحرك بكلها تواجد هجومي بشكل اكبر. هو ده اللي كان عامل مشكله النادي الاهلي النهارده. طب هنتكلم مع جده بعد الفاصل عن رايه في اختيار رامي ربيعه ان هو يلعب على الدايره في ظل غياب
ديانج والسولية وفتحي، هل كان قرار صح ولا لا؟ هنتكلم على طبعا نقاط تانية كتير بعد الفاصل بإذن الله. اهلا بحضراتكم مره تانية في الرومونتادا، ومعايا ضيفي طبعا جده. ونخرج بره الدوري المصري شويه ونطلع للدوري العراقي، والحقيقه واحد من ابناء نادي الزمالك المخلصين بيتالق خارج البلاد وبيتالق في العراق، وبيفوز مع الشرطه العراقي بالدوري قبل ما يخلص بسبع جولات كامله. واحد من المدربين المميزين جدا اللي اعاد اكتشاف نفسه مره تانية في الدوري العراقي، بنقول له الف مبروك كابتن مؤمن سليمان. كابتن مؤمن مساء الخير. مساء النور، ازيك يا ميدو؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ كسان طيب؟ كسان طيب يا غبت. الف مبروك الاول. كل سنه وانت طيب يا ميدو. الف مبروك. الف مبروك جدا على المقدمات. دوري صعب يا كابتن، وان انت تخلص الدوري قبل انتهائه بسبع جولات كامله اكيد انجاز غير المسبوق، وعايز اعرف من حضرتك يعني ردود الفعل في العراق ايه على التتويج بالبطوله دي؟ والله يعني الحمد لله، طبعا زي ما حضرتك قلت دلوقتي الدوري صعب جدا و20 فريق في الدوري، وكمان كان في تجمعات للمنتخب، فده تطلب ان احنا نلعب كل 3 ايام ماتش طول الوقت تقريبا. كان في اجازات طويله شويه ساعه تجمع المنتخبات، لكن بعد كده بقى دايما كل 4 ايام كل 5 ايام دوري 38 مباراه، فكان لازم الضغط بالشكل دوت. والحمد لله ردود الافعال قويه جدا، لان الحمد لله رب احنا تقريبا يعني عملنا كل الارقام جديده بالنسبه للدوري، سواء بنهايته قبل الدوري سبع اسابيع، سواء بعدد الاهداف اللي احنا جبناها، سواء بعدد الاهداف اللي دخلت فينا. لاول مره من فتره طويله جدا الشرطه بيتغلب على الفرق الجماهيريه كامله، لاول مره فريق بيتغلب على 19 فريق في الجوله ال 25، كنا كسبنا 19 فريق اللي في الدوري. فالحمد لله دي كل ارقام ايجابيه اتقابلت بصدى كبير جدا جوه العراق يعني، والحمد لله كل الجمهور حتى المنافس، طبعا جمهور الشرطه في منتهى السعاده، لكن كمان جمهور العراق بشكل عام يعني الحمد لله مبسوط جدا باللحظه. الف مبروك يا كابتن. بطوله طبعا صعبه، وانا عارف ان دايما الدوري العراقي دوري قوي جدا وفي فرق قويه جدا. عايز اخد حضرتك للزمالك، ويعني اكيد انت طبعا انت حتى وانت مسافر وانت شغال اكيد الزمالك ما بيبعدش عن عينيك زينا كلنا طبعا. رايك كيف اداء الزمالك والنتائج السلبيه في الفتره الاخيره؟ والله يعني طبعا انا كابن من ابناء الزمالك بزعل جدا لما الدروب ده بيحصل، ودايما بحس ان يعني نادي الزمالك نادي كبير، وباي فرقه كبيره بيحصل لها دروب، لكن احنا مشكلتنا ان احنا لما بيحصل الدروب بيطول. وافتكر ان النقد حاليا ما بيبقاش بناء جدا. طبعا انا زعلان جدا ان النتائج السلبيه واللعيبه لسه ما طلعتش من الحاله اللي هي فيها بسرعه، وافتكر ان الفرقه الكبيره من المفروض ان تبقى شخصيتها قويه بعد ماتش او اتنين بيرجع تاني للتراك الصح. ان شاء الله الموضوع ده يخلص بسرعه كبيره جدا، خاصه ان الدوري السنه دي مختلف شويه، كل الفرق بتخسر بنقط، يعني سواء الاهلي سواء بيراميدز بيخسروا بنقط بشكل مستمر. الفرق الدوري بقى قوي جدا، كل الفرق اللي زي الفرق اللي صاعده كلهم دعم كويس جدا وعندهم لعيبه محترفين كويسين جدا، فمفيش ماتش سهل. وارد ان كل الماتشات صعبه وكل الفرق المنافسه تخسر بنقط، فالمفروض ان نادي الزمالك ما يستسلمش للفتره السيئه بسرعه كده. حاسس ان اللعيبه فقدت لحد ما الحماس، وده غلط جدا. احنا يعني لو كسبنا ماتش او اثنين الامور ترجع لطبيعتها، ومزعلني ان المستوى انخفض، وحاسس ان الروح شويه غابت، وده شيء سلبي كبير جدا. المستوى ممكن نفكر نقول المستوى قل، لكن غياب الروح دوت بيدينا انطباع سيء، وده لازم يخلص بسرعه جدا. كابتن مؤمن، هل ممكن قريب نشوف الكابتن مؤمن موجود تاني في الدوري المصري قريب، ولا مكمل في العراق ان شاء الله؟ والله طبعا اميد انت مدرب يعني في المهنه، وعارف مدرب الكوره دايما يعني مش عارف الخطوه الجايه هتبقى ايه، دايما شنط سفر وزي ما بيقولوا مترتبه. انا لسه قدامي 7 ماتشات الحمد لله الدوري اتحسم، لكن لسه الموسم ما خلصش، وهنا في كلام يعني ان احنا نجدد، لكن انا لسه ما خدتش القرار الاخير،
وطبعا يعني بلدي انا اخر حاجه لازم ارجع مصر باذن واحد احد. لسه الكلام في الموضوع ده ما حسمتوش، لكن ده وارد جدا، وده الدوري المصري طبعا انا اشتغلت فيه وبحب الاجواء ديت، ولو في فرصه مناسبه هشوف الشرطه الاول هنعمل ايه، لان انا الحمد لله مبسوط هنا جدا والاجواء ممتازه جدا والاداره كمان بتساعدني بشكل كبير جدا، والجماهير كمان يعني عايز اقول لك الحمد لله الجماهير المنافسه كمان بيحترم الكره اللي احنا قدمناها جدا، فحاسس ان في نجاح ومش عايز اخد قرار متسرع، وبشوف ان شاء الله بعد الشهر ده هيحصل ايه ان شاء الله. كابتن مؤمن، لو هتختار لعيب واحد بس من الدوري المصري تضمه للشرطه العراقي هيكون مين؟ والله السؤال صعب جدا، هو يعني لعيبه كتير جدا في مصر كويسين. لا قول لي لكن عايز اقول لك بصراحه هي العراق تقريبا يعني نفس عادات مصر. زي ما بيقول اكيد انت سمعت المقوله ديت، ساعه ما بيكون اماكن فقيره في بلد بتلاقي المواهب. الولاد الصغارين بيبتدوا في الساحات الشعبيه وفي الشارع، فتلاقي ان الموهبه موجوده بالفطره، ناقص بس المدرب يكمل لها الجانب التكتيكي الجانب البدني. فالعراق مليانه مواهب، وشبه يعني عاداتهم وتقاليدهم اكلهم شربهم هزارهم تقريبا شبهنا جدا، فهي الكوره شبه بعض. انا هنا لقيت برضو مواهب يعني لا تحصى، بس محتاجين ان هم التكتيك الحمل البدني. فهيبقى سؤال بصراحه سؤال صعب عشان في لعيبه كتيره ولعيبه عزاز عليها جدا، لو قلت واحد بس حظهم كتير فيها. كابتن مؤمن واحد يا كابتن مؤمن، جده بيسلم عليك الاول. الف مبروك يا كابتن مؤمن. اهلا بيك يا جدو، منور الشاشه ودايما متالق يا حبيبي. الله يخليك. قول لنا لعيب بقى ويا ريت ما تغيبش عننا. لعيب يا كابتن يعني مؤمن. اقول لك ايه طيب. انا يعني مثلا انا الونش بالنسبه لي كانت بدايته معايا، وشفت تقدم يعني الحمد لله، حسيت ان انا اثرت في مستواه لما كان معايا، كان جاي من الجيش، فالحمد لله حسيت ان الشهور اللي اشتغلت معاه فيها قدم مستوى كبير جدا، وبحبه على شخص كموهبه وبحبه على الجانب الانساني، وحاسس ان الفورمه بتاعته وهي معايا كان يعني يمكن احسن سنوات اشتغل معايا، فده هيكسر الدنيا طبعا. يبقى هو الونج. كابتن مؤمن الف مبروك يا كابتن، وبشكرك على مداخلتك معانا. يعني طبعا دي كانت مداخلتنا كابتن مؤمن سليمان، واحد من الناس اللي شرفوا الكره المصريه في الكره العراقيه، زي كابتن محمد يوسف راح برده كان عنده رحله نجاح برده مع الشرطه العراقيه. اعتقد جده نرجع لماتش الاهلي النهارده، موسيماني اختار انه يلعب برام ربيعه على الدايره، انت شايف ان هو ده كان الحل الوحيد؟ اعتقد هو ده الحل الوحيد في ظل غياب ثلاثي خط النص ديانج وحمدي فتحي والسوليه الثلاثه مصابين النهارده، فاعتقد كان الحل الوحيد اللي قدامه رام ربيع. اعتقد ان هو النهارده ادى مباراه كويسه برضه في ظل ابتعاده فتره كبيره عن المشاركه، وما كانش فيه اخطاء كبيره منه النهارده يعني، فاعتقد ان هاني ادى، ان رامي ادى مباراه كويسه النهارده يعني بالنسبه للظروف اللي اتحط فيها يعني. لكن موسيماني عنده مشكله، مين انت عندك اخر اربع مباريات لموسيماني ما قدرش يكسب من 12 نقطه، خد 3 نقط، لا جول واحد في اربع ماتشات ضربه جزاء بالظبط، اتعادل 3 مباريات وخسر مباراه المصري، فاعتقد ان ده اعتقد ان النادي الاهلي ما عدش بفتره كده قبل كده. يمكن انا كنت لما كنت موجود في النادي الاهلي كانت اللائحه عندنا ميدو كل اربع مباريات، كل لما بنجيب 9 نقط ما بناخدش مكافاه للاربع ماتشات، يعني تخسر ماتش تكسب 3 ما كناش بناخد مكافئات. فده ان انت النهارده ان انت يكون عندك اربع مباريات 12 نقطه خدت منهم 3 نقط بس وباداء سيء جدا بجول واحد زي انت ما قلت، فاعتقد في علامات استفهام كتيره جدا. يمكن موسيماني دلوقتي معاه عذر، لكن بعد بطوله افريقيا ما تنتهي مش هيبقى فيه اعذار خالص يعني. هل انت شايف ان بقى فيه حاجه نفسيه الاهلي ابتدت تطلع بنغمه ان الاهلي مش عارف يكسب في الدوري الاهلي، هل ده انت شايف ان ده دخل في مخ اللعيبه؟ لا هي مش نفسيه، المشكله واضحه جدا وواضحه ان مشكله فنيه النادي الاهلي. اعتقد ان موسيماني محتاج يدور على حلول اكتر لتفيد اللعيبه في الملعب. تغيير طريقه اللعب بالنسبه في وسط الموسم كان ماشي، انا كنت شايف ان هي 3 4 3 نسبه يعني خطه مناسبه جدا للنادي الاهلي واللعيبه اللي موجوده، علي معلول تاخد حريته في الحته الهجوميه مع عبد القادر يكون موجود مع بيرسي تاوي يتحرك بحريه اكتر، ان انت ترجع تاني 4 2 2 تخلي اللعيبه اصلا مش واخده حته في الملعب، يبقى في كثافه يميدوا في حته في ملعب ورا، فاللعيبه اصلا ما بتعرفش تتحرك. النهارده بيرسي تاوي الشريف الشوط الاول حلو الشوطه دي على فكره جدا جدا، طه جاب جون شبه ده قبل كده في المقاولين. بالظبط، هو
طاهر بيمتاز بالشوط، والنهارده محمد شريف ما كانش موفق تماما. النهارده جات له ثلاث فرص النهارده ميدو سهل جدا، كان يجيب منهم اثنين. يعني محمد شريف عاده ما بيضيعش الكور دي، الكره دي ما تضيعش جدا. ايوه خالص. لا ده في كمان واحده الشوط الاول كمان محمد شريف ضيعها اسهل من دي خالص، يعني في على نازل بنالتي وحطها في ايد الزونفيلي بسهوله جدا. يعني في العادي محمد شريف ما بيضيعش الكور دي، لكن النهارده ما كانش موفق بشكل كبير. موسيماني محتاج زي ما قلت ميدو ان هو يدور على حلول. موسيماني بيعتمد على حاليا، انا شايف كده ميدو ان هو بيعتمد على حاله اللعيبه في الملعب، ما بيعتمدش على التكتيك او الجمل او الحاجات اللي هو مضطر تفيد اللعيبه في الملعب. فانا النهارده قفشه فايق والدنيا ماشيه معاه كويسه هيكسبني، فاهم؟ محمد شريف في حالته هيكسبني، لكن انا مش شايف ان في حلول جوه فنيه داخل الملعب. ما فيش تحركات مثلا محافظه للعيبه ان هي ازاي لما يكون لعيب الفرقه متكتله معاك تلجا للعب على الاطراف، لازم تفتح الملعب بشكل كبير، ما تدخلش كل اللعيبه بتبقى قدام المدافعين، لازم تفتح الملعب عشان تلاقي ثغرات تعرف تتحرك فيها بشكل كويس. زي ما قلت موسيماني يمكن محظوظ ان هو دلوقتي ان الزمالك خسر ماتشين اخاره وبيراميدز اتعادل الماتش الاخير، فده الناس هاديه بالظبط. فالناس هاديه عليه شويه، لكن زي ما قلت بعد بطوله افريقيا ما تنتهي ان شاء الله والاهلي يتوج بيها مش هيبقى في اعذار خالص بالنسبه للدوري المصري. يعني انا يعني انا في رايي جدو ان الفرق الكبيره اللي بتلعب على البطوله لازم الباك رايت والباك ليفت بتوعها يبقوا مفاتيح لعب. طبعا طبعا. مع كل الاحترام محمد هاني ومحمود وحيد النهارده مالهمش، يعني زي ما انا اتكلمت في الزمالك ان حمزه المسلوسي كان فتوح مالهمش ادوار هجوميه، برضو النهارده انا شايف النادي الاهلي الاثنين اللي المفروض يلعبوه لما يكون في كثافه دفاعيه المفروض يعدوا يعملوا كروسات وبتاع. انا في دوري ميدو النادي اخر سنتين تقريبا ثلاثه علي معلول هو اللي جاب الدوري. انا شايف كده علي معلول يعني في الموسم ده بالذات كان مفتاح لعب مش طبيعي النادي الاهلي، وكان كل ماتش يجيب جون يا اما بيعمل جول، فاهم؟ واللي هو الزمالك كان فارق فيه بشكل كبير جدا والاهلي رجع تاني. اعتقد الفضل فيه كان لعلي معلول ان هو دي احصائيات وحيد يعني. طبعا علي معلول لما الاهلي ما لعبش في فارق كبير جدا بينه وبين محمود وحيد في المركز ده بصراحه. النادي الاهلي لازم يحتاج يدور برضو على باك رايت وباك ليفت عندهم مقاومات هجوميه بشكل اكبر من كده، ان هم بعد معلول ما يعني معلول في السن بيتقدم برضه لازم حد يجهزوه من دلوقتي ان هو ياخد مكان معلول بعد كده. هو ولد صغير من السن تحت يعني. لكن ومحتاجين باك رايت برضه بشكل ضروري جدا مع محمد هاني. باك رايت عنده امكانيات هجوميه مفتاح لعب كده يدي، بس انا مش شايف محمد هاني بيتعرض لانتقادات كبيره جدا من جمهور الاهلي. انت شايف ان هو يعني مظلوم في الحته دي في ولا دي انتقادات طبيعيه؟ انتقادات طبيعيه طبعا. النادي الاهلي اي لعيب بيلعب في النادي الاهلي او الزمالك يا ميدو لازم يبقى فيه انتقادات، خصوصا لما انت الفريق بيأدي بشكل كويس. لكن انا شايف هاني بيأدي بشكل مباريات كتير بيأدي بشكل يعني كاس العالم عمل كاس العالم بشكل كويس جدا، جاب جول وكان مساهم بشكل كبير جدا في ظهور الاهلي بشكل كويس. لكن محمد هاني محتاج يهاجم اكتر من كده، مع انه في الاول اول ما طلع كان بيهاجم بشكل كبير جدا. يعني محمد هاني طلع واحنا موجودين دايما وعنده مهارات وعنده حلول، بيخش وبيرقص وبيعمل وانتو وبيروح على 18 وبيعمل كورسات كويسه، لكن ما اعرفش ايه اللي حصل له مؤخرا، كان بيخاف يطلع دلوقتي ودايما واقف ورا مستني خايف من المرتد. لكن اعتقد ان هو لازم محمد هاني يشتغل الحته الهجوميه بشكل اكبر الفتره الجايه. انا بحس انا ما اعرفش ليه، انا ما اعرفوش على المستوى الشخصي يعني. انا عارف ان هو ولد مؤدب جدا جدا وشخصيه محترمه جدا، يعني مش عارف اقولها لك ازاي. انا حاسس ان هو مؤدب زياده عن اللزوم يعني. انا بحس ان هو عنده خجول في الملعب، بحس ان هو يعني شاي يعني بجد يعني. انا ساعات اللعيب بحس ان هو بيلعب وهو مكسوف يعني. لازم تبقى عندك كاركتر بتاع. هو بالظبط هو كان كده وهو صغير، ما انا بقول لك طالع من وسطنا كان باين قوي ان هو عنده امكانيات كويسه وبيرقص وبيروح وبيعدي، فاهم؟ مش عارف مؤخرا بدا يهتم بالحته الدفاعيه اكتر، بقى واقف ورا بشكل كبير بالظبط. الجول اللي جابه في كاس العالم للانديه، فاعتقد ان هاني محتاج يزود الحته الهجوميه، محتاج يشتغل على الكروسات بشكل احسن، يطلع عرضيات كويسه من رجله افضل من كده. عنده مشكله في العرضيات اللي هي من الحركه ما بيأداش بشكل كويس، فاعتقد لازم يشتغل عليها في التمرين ولازم يطور قدراته الهجوميه الفتره الجايه. النادي الاهلي محتاجه. طيب احنا طبعا عندنا ماتش مهم جدا مع غينيا يوم 5/6 النهارده. غينيا اعلنت عن قائمه المباراتين بتوعهم وقائمه مباراه مصر، وغينيا فرقه كويسه جدا، فرقه من الفرق كويسه جدا لازم نخلي بالنا منها. طبعا دي قائمه غينيا اكيد فيها طبعا كيتا، نابي كيتا طبعا نجم ليفربول، وعندهم لعيبه مميزه جدا
وهيعملوا لنا مشاكل. مباراه صعبه جدا للكابتن ايهاب جلال طبعا عنده. طب رايك قول لي بصراحه رايك انسب تشكيل كابتن ايهاب يبدا بيه ايه الماتش اللي هنا؟ هو طبعا قال تصريحات ان هو مش هيعمل تغييرات كتيره. اكيد هو برضه يا ميدو معذور دلوقتي حاليا ان هو جه مفيش وقت ان هو يعمل ماتشات وديه. مش هديك عذر في المنتخب بالظبط انا فاهم بس انت في النادي انت بتتكلم انت كلاعب كوره وانت مدرب كابتن ايهاب ما خدش اللعيبه معسكر حتى يتعرف عليهم يعني انت داخل على طول على ماتشات رسميه وماتش تقيل تشكيل تشكيل فاعتقد ان هو الشناوي تشكيل جده يا جماعه الماتش غنيا الشناوي هيلعب في ناحيه اليمين حاليا يمكن محمد سجلها خلي بالك محمد هاني محمد هاني بجد مفيش انت دلوقتي هتحط مين محمد علي هاني او عمر جابر ممكن عمر جابر يبقى موجود او عمر كمان عبد الواحد كان بيلعب ماتشات كتير بس مؤخرا ماشي. يمكن مع الكابتن ايهاب جلال عمر جابر كان معاه في بيراميدز فاعتقد ان محمد هاني سنتر باكين عندك سنتر باكين هيلعب ممكن عم منعم والونش دول مؤخرا اللي كانوا بيشاركوا بشكل اساسي فتوح ناحيه الشمال فتوح في نص الملعب رايك ان هو ما ياخدش مخاطره على حجازي لا حجازي لسه راجع من الاصابه فاعتقد ان هو لسه تجربه يمكن كمان الناس يحط اسمه في القائمه الاولانيه وبعدين رجعوا تاني حطوها انا اتكلمت في القصه دي والحقيقه استفسرت فيها وكنت عايز افهم ايه القصه وهو يعني حصل خطا يعني اداري يعني ومس يعني مفيش كوميونيكيشن مفيش تواصل جيد ما بين المركز الاعلامي وما بين الجهاز ولازم الحته دي تتحسن يعني طبعاً. الموضوع مشي يعني لكن هي ولا وعرفت برضو قصه ان برضو عشان اقول لك الحقيقه كامله ان حجازي كان مصاب وكان في ماتش في الدوري السعودي كان هيتلعب والماتش ده اتاخر 3 ايام فهم كان حجازي بره الحسابات ان هو مش هيلعب في الماتش ده لكن دلوقتي بقى ممكن يخش القائمه بتاعه الماتش بقى متاجل 3 ايام بقى ممكن ان هو يخش في الماتش فده السبب ان هي قصه اتاخرت قول لي بقى كمل لي التشكيل في نص الملعب تعتقد انه هيلعب طارق حامد ولا هيضمه اصلا ما انت قول لي ايه رايك انا هقول التشكيل بتاعك تشكيل من وجهه نظرك انت ولا من وجهه نظر الكابتن لا انا وانت هنخمن ونشوف مين اكتر هيبقى اقرب للتشكيل بتاع كابتن ايهاب جلال تمام مين اللي هيبقى هنشوف بعد الماتش هنقول مين اللي اقرب انا اللي هكسب ولا انت تمام ماشي لو كده هحط بقى السوليه والنني هو بيلعب دايما بطريقه 4-3-3 جده السوليه عنده خلفيه جده عنده لو مش جاهز هو ممكن يلعب بالماتش الاهلي بس عنده ما اعتقدش اللي هو الفاينل ده جات له تاني مره في نفس الحته ماشي السوليه والنني ماشي لو السوليه جاهز لو مش جاهز خلاص انا بتكلم لو جاهز ماشي كلهم جاهزين انا بعد الماتش لما يتعمل التشكيل تمام هفضحك على تويتر حط دونجا حاسس ان هو هيلعب دونجا السوليه والنني ودونجا في نص الملعب ثلاثه في نص الملعب ويلعب قدام صلاح وتريزيجيه مصطفى محمد ده تشكيل جد تشكيلك بقى تشكيل انا هكتب لك انا ايه ماشي بقى ده كله متسجل اهو ده كله متسجل انا بقول الشناوي تمام الشناوي وعبد المنعم والونش انا معاك وانا بقول انه هيلعب باك رايت بعمر كمال عبد الواحد تمام وباك ليفت فتوح وفي نص الملعب على الدايرة النني نمرة 6 وهيلعب بزيزو على يمينه وعلى شماله الناحية التانية حمدي فتحي ده أنا حاسس كده وصلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه الاختلاف في نص الملعب يعني انت شايف هيضم طارق حامد ولا لا هيضم بس مش هيلعب يبدأ بيه هيضم بس مش هيبدا بيه هيضم قفش هيضم قفش مش هيبدا بيه هو دول الاسمين اللي كان عليهم ومحمد شريف طبعا محمد شريف بس دايما طارق حامد لكن انا بقول ان لا غنى عن زيزو في الحته دي في المنتخب بالنسبه لايهاب جلال ولا غنى ان هو يلعب هو خلي بالك هو يلعب بالنني نمره 6 لان كابتن ايهاب بيحب لعيب الدايره يبقى دايما افيلبل ويبقى دايما بيعرف يبقى حل للسنتر باكين والناس اللي موجوده والنني بيعملها بشكل كويس خاصه ان انت متوقع ان غنى هيسيبوا لك الاستحواذ فممكن انت انا بقول ان زيزو هو اللي هيحرر صلاح في المنتخب جدا هو اللي دايما لما الكره تبقى موجوده في الحته دي هيجري في ظهره وهيشتغل بس هو دايما بيبقى عايز هو لو اللاعب من ناحيه الشمال دايما بيبقى عايز الراجل رقم 8 ناحيه اليمين دايما بيخش في ال18 هيلعب بدماغه دايما بيعتمد كان بيعملها كويس قوي مع وليد الكارتي في بيراميدز
كان بيبقى هو دونجا موجود ووليد الكارتي ناحيه اليمين وعبد الله ناحيه الشمال. عبد الله دايما لما كان بيمسك ناحيه الشمال على طول كان بيكمل وليد الكارتي في ال18 وكان سجل منها اهداف كتير جدا. فهو دايما بيبقى محتاج اللعيب اللي هو رقم 8 بيكمل في ال18 بيلعب دماغه شكل كويس. رايك عبد القادر ممكن يبقى ليه دور في يعني الفتره اللي جايه؟ يبقى ليه دور طبعا، بس مش هيبقى ليه دور اساسي لان هو هيبقى حظوظه ضعيفه جدا في وجود تريزيجيه ومحمد صلاح طبعا الاثنين ومرموش بالظبط. فهيبقى يبقى موجود حل، يبقى موجود معاه، لكن مش هيبقى له دور اساسي يعني من اول ما ينضم للمنتخب يعني. صحيح يعني احنا قلنا التشكيلين بتوعنا لمباراه غينيا، وهنشوف مين اللي هيكون اقرب مني انا وجده. اخيرا جده، عايز اسالك على ماتش امبي. الاهلي عنده امبي في استاد المقاولين الماتش اللي جاي يوم السبت، رايك ايه اللي لازم يتغير في الاهلي عشان يقدر ان هو يعدي الماتش ده؟ المباراه هتبقى صعبه جدا. امبي شفناه قدام الزمالك بيلعب كره قويه جدا في نص الملعب، عنده مهاجم شرس ايبوكا، مهاجم يعني لو سبت له مساحه وسبت له وقت وسبت له مساحه وقت وفاولات كمان هيزعلك. بالظبط، يعني يمكن شاط كره فاول في الزمالك لا وفي الماتش اللي فات كمان ماتش المقاولين كمان. فمهاجم قوي جدا، لو نادي الاهلي لعب زي ما لعب النهارده الدفاع مفتوح كده وبيهاجم وساب في ظهره وما بيامنش بشكل كويس وما عندوش حلول، هيتعب جدا في المباراه الجايه. انا شايف لا انت رايك طريقه اللعب لازم تتغير؟ لازم تتغير. انا شايف كده. يعني انت ميدو انت دلوقتي بقالك مؤخرا هي نفس طريقه اللعب انت مصمم عليها، بتلعب من العمق، ما فيش فايده، ما جابتش اي نتيجه. فعندك لازم تغير طريقه اللعب، ترجع 3 4 3. علي معلول لازم يكون موجود الماتش اللي جاي، تلعب كانك فول تيم ان شاء الله، يمكن مع ديانج يرجع او سوليه وحمد فتحي. اعتقد النادي الاهلي قادر ان هو يطلع بالمباراه بمكسب ان شاء الله. يعني هو طبعا يعني ايه مبدئيا اكيد الشناوي بره الماتش، الشناوي طبعا خلفيه دي لا يمكن تريكفر. الجول ده غريب قوي يا ميدو، الحيطه مش قادر افهم انا. لا يعني في حاجات مش قادر افهم ان الناس ما اتحركتش من الحيطه ما اتحركتش، مع ان الكوره اتحركت لازم يجري على الكوره. مش عارف الكرة، اصل الكرة جدو انت عارف يعني الكرة تركيز طبعا. انت لو مش مركز في مش كده، لو في 10% من مخك مش معاك. لعيبه الزمالك مشتته جدا يا ميدو، يعني اللعيبه بين هي ماشيه واللعيبه قاعده واللعيبه في مشاكل مع الناس. اعتقد ان الفرقه ده كلها من اول الجول لحد الاخر، مش الزمالك حد المهاجم مش فايقين. يمكن بس في اثنين لعيبه بس اللي شايفهم محافظين على مستواهم الفتره اللي فاتت، هم زيزو ومام عاشور. الاثنين مستواهم ثابت في الفتره الاخيره بشكل كويس، لكن بقيه لعيبه نادي الزمالك بره الخدمه. ما تعرفش، لعيبه مشتته، لعيبه كل واحد بيفكر هيعمل ايه السنه الجايه، في لعيبه لسه عوده ما اتجددتش ومش عارفين هتمشي ولا هتقعد. حتى فتوح انا بالنسبه لي بالظبط يعني فتوح مستواه فتوح ما اعرفش يعني فتوح من السبب. الناس اللي لسه ماضي عقد جديد من السنه اللي فاتت وقعد ومتفعل الونش برده مش عاجبنا اداؤه الفتره اللي فاتت، الماتشين الثلاثه اللي فاتوا عنده مش سليم من المهاجم. عنده احسن يعني سمعت انه كان عايز يعمل عمليه وما عملش عمليه ومش عايز يعمل عمليه. باين جدا هو قوه الونش في الاوفر في ان هو راجل الباور، مش تحس ان هو خايف بالظبط. طب ما لو في عمليه يعمل عمليه ويرجع كويس. انا شايف كده، لو عنده مشكله او في حاجه في ركبته مش مريحاه لازم يعمل عمليه ويستريح وياخد وقته. يعني جدو بشكرك حبيبي يا ميدو، وبرضه يعني انت جاي لابس احمر. لابس احمر النهارده بس ان شاء الله ملحوقه ان شاء الله بعد الفاينل ان شاء الله. حبيبي يا جدو بشكرك. حبيبي يا ميدو دي كانت حلقه النهارده من ريمونتادا، اشوفكم بكره على خير وتصبحوا على خير.